محمد حفظي اسمه ورا كتير من الأفلام الناجحة، سواء كمؤلف في السلم والتعبان وتيتو، وكمنتج في هبتة والشيخ جاكسون وأفلام تانية كتير. مبسوط، حاسس إن حلقة تطلع حلوة. حفظي مش منتج تقليدي، لا هو مغامر، بس مش كل المغامرات بتنجح. شخصيتها باينة في الإعداد، شخصيتها باينة في الأسئلة. هو راجل صريح وواضح، مش بيلف ولا بيدور. كان ضيفي قبل كده في سمر والرجال. بتخش في المواضيع بشكل بدون حساسية، بدون تحاسب على الكلام. كان ليا تجربة قبل كده من 5 سنين في برنامج تاني مع سمر، وكانت أسئلة في الجون كلها، كانت أسئلة صعبة جدا، بس أنا صريح فبقول كل حاجة بصراحة. ومن أياميها أكيد في حاجات كتير اتغيرت، وفي مياه كتيرة جرت في النهر. أنا شخص ما بعملش منشتات عامة، يعني أنا مش بتاع منشتات قوي، أنا لو بروفايل، مش سيلبرتي قوي يعني، فالموضوع أبسط من كده. مساء الخير محمد حفظي. مساء الخير. ازيك سمر؟ ازيك يا محمد، منور. انا نورك. ميرسي. شكرا. بقالنا كتير ما تقابلناش. انت بتقولي 5 سنين صح؟ 5 سنين. 5 سنين. صح. من سمر والرجال. من سمر والرجال. أيوة. يا رب الحلقه دي تعجبك. بس انا انبسطت الحلقه عشان كده رجعت. الحمد لله. سعيد ان انا معاكي. طيب هبدا على طول. دي فقره انا والعالم، هعرض لك اخبار من مصر والعالم وبعد كده نعلق عليها. يلا نشوف الخبر الاول. اتفضل. الخبر بيقول السلطات الفرنسية هتمنع المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع في ضاحية باريس الشمالية. السبب بقى كان سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان المنطقة. اعتبروا أن الأمر بيكون غير مقبول بالنسبة لهم في المناطق العامة. إيه رأيك في الخبر ده؟ مش غريب ان يطلع قانون او قرار زي ده. انت عارفه فرنسا، بعيدا بقى عن فكره ان في تيار يميني بيغزو اوروبا كلها في كل انتخابات في اي بلد اوروبي دلوقتي، بنسمع ان التيار اليميني بالاحزاب اليمينيه بتحرص تقدم كبير يعني عن ما سبق، وكل ده طبعا مرتبط باللي بيحصل في العالم من ارهاب من داعش وخلافه يعني. فلكن انا بتهيألي الموضوع هنا ملوش دعوه بس بفكره الصلاه، يعني هو فكره ان انت بتشغلي مكان عام يعني، وده اكيد مرفوض في اي دوله متقدمه يعني، عندها نظام، عندها يعني الشارع ده معمول لحاجه معينه. الحزب اليميني انهزم في فرنسا. مظبوط، بس انا بتكلم على مستوى اوروبا كلها، ان لا في طبعا يعني في دول الحزب اليميني ممكن يكون واخد نسمة عالية جدا في البرلمانات او في ده صحيح في الحكومات، لكن في فرنسا ما نقدرش نركن ان لا، ماري لو بان بالرغم ان هي انهزمت كانت يعني من سنتين ما حدش كان يتوقع انها تحقق النسبه دي برضو من الاصوات، يعني ناس كتير كانت بتتوقع انها تبقى منافسه قريبه جدا او انها تكسب، والحمد لله انها ما كسبتش يعني. لكن ده ما يمنعش ان في لا، ان في تغيير حصل كبير على ال5 سنين. طب انت مع ام ضد الصلاه في الشوارع؟ انا بالنسبه لمصر، بالنسبه لبلدنا، احنا يمكن متعودين على كده. بالنسبه للعالم العربي احنا في هنا الصلاه ليها قدسيه، ليها احترامها، الناس متعوده انها تصلي على الارصفه، مش هقول في الشارع يعني، في وسط العربيات والكلام ده كله او بره الجوامع والحاجات دي. انما احنا مش بنتكلم على بلدنا، احنا بنتكلم على بلد تانية في نظام، في ديمقراطيه، في قوانين بتسن بناء على مجلس نواب ووزراء بيحترموا اراده الشعب بتاعهم. يعني انت مع القرار؟ انا مع احترام اراده الشعوب. يعني لو ده قرار طلع لان الشعب الفرنساوي اقر ان اشغال الشارع باي حاجه غير المشي او حركه السير او حاجه زي كده، يبقى وانا هناك لازم احترم القرار حتى لو انا مش معاه او مش مع انه يطبق في بلدي، لكن لازم احترم ان هو قانون او قوانين نظام البلد او نظام البلد. بالظبط. طيب نشوف الخبر الثاني. اتفضل. اعتذار المطربة شيرين عبد الوهاب عن قضية البلهارسيا لم يمنع مثلها أمام القضاء. إيه رأيك بقى في الموضوع؟ أنا بسألك الموضوع ده بما إنك منتج وفي الوسط، شايف الموضوع ده إزاي؟ بص يعني الموضوع ده أصله اتهرس كتير قوي، وناس كتير قوي اتكلمت عنه، وكل الناس على السوشيال ميديا قالت رأيها سواء اللي معها أو اللي ضد. رأي محمد حفظي إيه؟ شيرين صديقة
وشيرين انا عارف انها عفويتها دايما بتعمل لها مشاكل، وشايف ان اللي قالته بحكم انها public figure، بحكم انها شخصيه عامه، بحكم انها قالت الكلمه دي او النكته دي في محفل عام او في حفله، ده شيء طبعا خطا اكيد هي اعتذرت عليه. انا شخصيا تقبلت اعتذارها، ومن حق اي حد ان هو يقبل اعتذاره وما يقبلوش. يعني هي في الاخر دي حاجه تمس مصر وتمس اسم مصر، فطبعا اكيد ناس كتير اتضايقت. لكن الرد الفعل برضو كان فيه افوره شويه، يعني رد الفعل كان فيه مبالغه، يعني مبالغه ان الموضوع يوصل للقضاء ويوصل يعني ان هو يبقى بهدد الكارير بتاعها، يبهدد شغلها، يبهدد مستقبلها، يبهدد يعني امنها. فدي حاجه تزعجني انا شخصيا، لان انا برضو حد ممكن اتعرض ان انا من خلال العمل عملته، من خلال كلمه قلتها في برنامج، ممكن اتعرض ان انا يعني يبقى في مساءله. فلازم نبقى مسؤولين عن كلامنا. بس في نفس الوقت ساعات رد الفعل بالذات على السوشيال ميديا، المحاكمات بقت اعنف بكتير قوي من اي حاجه تانية. يعني انت مع ام ضد بقى محاكمتها؟ لا انا ضد صراحه، ضد محاكمتها. خلينا نشوف التقرير الجاي. أوكي. تفضل. مؤسسة فريدوم هاوس عملت دراسة قدرت ترصد فيها إن الانتخابات في 18 دولة تأثرت نتائجها بنشر وترويج معلومات مضللة على شبكة الإنترنت من خلال الحملات الانتخابية. الدراسة دي فتحت الباب لتساؤلات كتير حوالين الإنترنت واستخداماته ومدى التأثير في حياة ومستقبل الأفراد والشعوب. يعني من ضمن الوسائل اللي رصدتها مؤسسة فريدوم هاوس استخدام جيش من مستخدمي الانترنت مدفوعي الأجر لنشر معلومة أو خبر معين. فتخيل معايا معلومة صغيرة غلط يتبني عليها اختيار ممكن يأثر على حياة أولادك وأولاد أولادك. هل الحل هو مراقبة الانترنت والحجب، ولا السماح باستخدام برامج واسعة النطاق تبين للمستخدمين إزاي يرصدوا الأخبار الكاذبة؟ محمد حفظي مع أم ضد مراقبة الإنترنت وحجب المواقع وتقنين السوشيال ميديا؟ أنا اللي أنا سامعه إن في الدولة بصدد إنها يعني بتجهز قانون أو بتجهز منظومة لتقنين ومراقبة المحتوى الإلكتروني أو الديجيتال كونتنت والإنترنت وكده، وأنا مع التنظيم مش مع الحجب أو مش مع المنع. أنا شايف إن المشكلة بس إن عقول الناس بتضحك عليها بسهولة قوي، لأن إحنا بقينا فاضيين قوي، فبقينا نقضي وقت كتير قوي على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وعايز أقول لك إن فيسبوك نفسهم مؤخراً ابتدوا يلتفتوا لفكرة إنهم لازم يعملوا حاجة على التحقق من المصادر اللي بتروج للأخبار اللي هو الفيك نيوز أو الأخبار المضللة. فهو موضوع مش بس بخصوص مصر، هو موضوع على مستوى العالم كله. الناس ابتدت تلتفت لأن هناك مشكلة ما، يعني احنا بس ساعات لازم نرجع للمصدر الاصلي للخبر، نتاكد ان المصدر ده مصدر يعني موثوق ولا لا. ما نروجش، ما نعملش شير للاشاعات قبل ما نتحقق منها. فيعني انت شايف ان في ناس بترجع تتحقق من الاشاعات قبل ما تنشرها او اي خبر بتنشره؟ شايف ان ده بيحصل؟ احنا شايفين اهو الناس كلها التضليل اللي بيحصل مع احمد شفيق مثلا، ساعه ما اتحجز ما اتحجز، اتقبض عليه ما اتقبضش عليه، اتمنع ما اتمنعش. يعني فين المصدر اللي يقول لي كلام موثوق ان ده صح ولا لا؟ ده صح وده غلط طبعا. فلا انا يعني انا شخص برجع لل يعني لما تلاقيني باخد اخباري باخد اخباري من مكان انا متعود اخده منه، او وكاله موثوقه، او يعني موقع موثوق فيه بالظبط. يتاكدوا من صحه الاخبار قبل ما يشاركوا في نشرها بالظبط. طب يعني انت مع ان انت تحجب او تقنن؟ مش حجب، لا مش حجب، مش حجب، تنظيم العمليه. يبقى انت مع تنظيم المواقع التواصل الاجتماعي؟ انت يعني بصي، في دول مثلا في الامارات او في طبعا في السعوديه، في دول كتير يعني بتخش على مواقع تلاقيها محجوبه. في الصين مفيش اصلا، مفيش الموقع المواصل بالزبط. انا ما اتمناش ان احنا نوصل لكده طبعا، وعمري ما هبقى مؤيد لفكره الحجب او ان انت تقطعي على موقع معين. لكن تنظيم او تقنين القوانين اللي بتنظم الموضوع، احنا لسه بنعدي بفتره جديده، لسه ما عرفناش نظبطها قوي. فكره ان احنا دلوقتي الانفتاح على الانترنت حتى بالنسبه للرقابه مثلا، يعني ناس كتير بتسالني طب انت دلوقتي تقدر تعمل اي كونتنت وتنشره على الانترنت من غير رقابه، فالدوله هتواجه ده ازاي؟
برضو مش مع المنع وانا باكد على الفكره دي، بس اكيد هيبقى في قوانين تنظم المساله دي يعني. طيب نشوف الخبر اللي بعده. اتفضل. مجموعة من علماء الفلك في أمريكا اكتشفوا كوكب جديد وسموه كوكب روس B128. الكوكب ده صالح للحياة يمكن أكتر من كوكب المريخ. قريت الخبر ده أكيد أو سمعت عنه. أيوه بس يعني بصي بدون شك يعني إحنا لما تقعدي تفكري في إن ممكن يعني يبقى في حياة على كوكب آخر. إحنا عايشين في نقطة رمل في وسط بحور وآلاف يعني الجالكسيز أو الأنظمة يعني. لا إحنا يعني العقل لا يمكن يتخيل حياة إن على إن مش كوكب ممكن إحنا نكون يعني الأرض كوكب الأرض هو المكان الوحيد المحتمل يبقى عليه حياة يعني. أكيد أكيد مع العلم هنكتشف حاجات يعني اتفاجئنا دلوقتي وما استبعدش ان كمان 10 سنين 100 سنه 50 سنه ممكن يحصل. ممكن طبعا يحصل. طب لو حصل وافقت ان انت تروح، ايه اللي هتاخده من حياتك وتاريخك والناس اللي حواليك ومين اللي هتستغنى عنه خالص؟ يعني هاخد بقين افلامي المفضله وكتبي المفضله اللي ممكن احب شويه صور من الايباد، شويه صور من طفولتي، حاجات اللي بتفكرني دايما باصلي لان انا هبقى بعيد بقى في حته يعني ملهاش علاقه باصلي يعني. فهبقى دايما متمسك بالحاجات اللي بتفكرني يعني انا مين بمحمد انا منين. احب جدا اعمل كده. احب جدا في يوم يعني يعني عارفه زي ما بيقولوا دلوقتي في بعض البليونيرات مثلا او الناس اللي معاهم فلوس اللي قدروا ان هم يطلعوا على الرحلات سواء بقى الفضاء او يعني في المستقبل اكيد هيبقى ابعد من كده. فاحب فيهم ان انا لو عندي قدره ان انا اعمل حاجه زي كده، حاجه مجنونه كده. طب والناس؟ الناس هاخد يعني انا اكيد لو واحد يعني لو يقدر يعني يختار حد معين يعني ولا ممكن يعني اخد خمسة ستة. خد خمسة ستة يا سيدي. احنا النهارده هنسيب لك خمسة خلاص. لو خمسة ستة يعني لا ده كده يعني بتدلعيني. هاخد معايا اكيد اتنين تلاتة من اصحابي ممكن. اتنين تلاتة من اصحابك؟ ده انت كده ما سبتش غير مكانين بقى للعيلة. للعيلة ما هو العيلة مشغولين بقى هنا يعني وراهم حاجات تانية، عندهم عيال وعندهم يعني متجوزين. هتسيب عيلتك يا محمد؟ ما هم يعني ما اعتقدش ان هم هيحبوا يجوا اصلا المشوار ده. الصحاب في اوقات بيكونوا يعني اهم من العيله او سند مش اكتر أهم من العيله؟ لا خالص لا بالعكس، العيله اكيد هي اكبر سند في حياه اي بني ادم. لا انا مش قصدي كده بس يعني لا يعني العيله عندهم حياتهم. قصدي انا بتكلم يعني انما انا بتكلم على الصحاب فاضيين اكتر. الصحاب اللي اصلا يعني تلاقيهم في كم حد منهم ممكن اصلا عايز يهرب من حياته دلوقتي يعني ممكن يجي معايا وهو متطوع يعني مفيش مشكله. طيب احنا الفقرة الجاية هنعرف اكتر عن عيلتك بقى وصحابك اللي هم ممكن يهربوا فجأة بس هيكون بعد الفاصل. استنونا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. الفقرة دي انا وانا عايزين نتكلم بقى على محمد حفظي وعيلته واصحابه اللي ممكن يهربوا معاك. اسم نرجسي قوي على فكرة. انا وانا ايه؟ اسم نرجسي جدا. انا وانا يعني انا وانا يعني ما احنا هنشوف بقى انت متوفر عندك يعني الانا وانا ولا لا. الانا وانا ده صوري في كل حته في الديكور. حاسس باحساس كده مش متعود ايه عليه. اللي حاسه؟ طيب سبوت لايت جامد قوي على يعني النرجسية بشكل نرجسي. بس تمام يعني هي مره كل طب احنا طب احنا لو اتكلمنا على النرجسيه عند محمد حفظي وعملنا سبوت لايت، اكتر حاجه انت بتحبها فيك ايه او بتبص لنفسك بتقول برافو يا حفظي؟ أنا شخص عملي وواقعي جدا لحد ما عارف قدراتي وعارف يعني لما أحاول أخش في تحدي معين ببقى عارف إذا كنت أقدر أعمل ده ولا لا. ما بحاولش أخش في تحديات أكبر من قدراتي، أكبر من وقتي اللي مش ملكي أو فلوسي أو يعني. وطبعا أنا عارف إن في ناس من اللي بشتغل معاهم دلوقتي يعني بيضحكوا على اللي أنا بقوله لأن مش مصدقين طبعا. بيقولوا بالعكس أنت بتاخد ريسك وبتخش في حاجات أنت مش قدها. مغامر. أنا حتى بتنجح. قلت في التيزر إنك أنت مغامر جدا. بس بحسبها يعني صدقيني الـ 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 الإنسان لازم يبقى قادر يتوقع المشاكل هتيجي فين، الدروب هيحصل فين، بالذات في الشغل في الحياة الشخصية يعني كل حاجة حاسبها
وشايفها او عارف حدودها فين الى حد ما بس في نفس الوقت بسيب مسافه للغلط، بسيب مسافه لل ان انا اعمل حاجه ممكن اندم عليها، بسيب مسافه ان انا اعمل حاجه ممكن ما تظبطش قوي بس تبقى محسوبه برضه. طب ايه اللي ما ظبطش معاك قوي في حياتي الشخصيه ولا في الشغل؟ في الشغل الاول. في الشغل الاول لا في مشاريع عملتها ومش ندمان عليها بس حاسس انها ما طلعتش بالشكل اللي انا كنت امل أو فيه فشلت. او الناس ما استقبلتهاش زي ما انا شفتها او زي ما توقعت او فشلت. مش عيب ان الواحد يقول ان هو فشل في حاجات سواء سيناريوهات او اعمال انتجتها يعني على المستوى ده والمستوى ده. لا في حاجات اقدر اسميها بالفشل او بالتجربه اللي يمكن اتعلمت منها عشان مش عايز اقول فشل من غير ما يبقى فيه حاجه مستفاده منه. يعني مش عايز اقول لك افلام معينه او حاجات معينه بس لا بس في حاجات مش راضي عنها طبعا يعني. طب لو حاخدك بقى للمنطقه الشخصيه وحياتك الشخصيه، السلم والتعبان فعلا بيعكس حياتك زي ما الناس معتقده وتقال كتير في اماكن كتير قرينا كتير الخبر ده. ايوه هو مع الفرق ان انا مش متجوزتش قبل كده ومش ما عنديش بنت ما عنديش بيبي لكن هو بيعكس حاله انا عشتها وما زلت يعني بعيشها لحد دلوقتي. صراع جوايا كده موجود من زمان كبر مع الوقت. يمكن السلم والتعبان كان بعبر عنه في اللحظه دي كتخوف ان انا خايف ان ينتهي بي الوضع بالشكل ده زي الشخصيه دي. بس من غير ما تقدر تتغلب على المعوقات اللي جواها وما يقدرش يحب ما يقدرش يتجوز ما يقدرش يستقر. حازم في السلم والتعبان قدر يعمل ده بس انا يعني اعلنت مؤخرا ان بفكر اعمل جزء تاني من السلم والتعبان. فالناس سالتني ليه بتفكر تكتب السلم والتعبان جزء تاني؟ قلت لهم لان انا حاسس ان نهايه حازم دي مش هي دي نهايته الحقيقيه. حاسس ان الشخص ده اكيد برضه هيفشل تاني يعني بعد ما حب واتجوز لان صعب قوي الانسان يتغير، صعب قوي الانسان يعني شخصيه زي اللي عاش بحريه وعاش يعني متمسك بفكره استقلاليته وفكره ان هو حر وفكره ان هو بيحب البنات جدا وبيحب يعني اكيد في لحظه ما هيفشل في جوازه يعني. طب الشخصيه دي شبهك انت اكتر ولا طارق العريان؟ ما انا مش عايز بقى. بصي طارق الحمد لله هو يعني ربنا يعني كرمه يعني واستقر وقدر. انا مش عايز افتح في القديم بس يعني انا هقدر اقول ان هو اللي جاب لك القصه او خلاك تستوحي القصه استوحيت منه القصه. الفكره كانت يعني اساسا الفكره كانت فكرته يعني طارق شارك في السيناريو يعني تقريبا احنا كنا بنكتب شبه مع بعض يعني. ف اللحظه دي في حياتنا لان في ناس قالوا بصراحه بقى أي. ان دي قصه في ناس قالوا ان دي قصه محمد حفظي وفي ناس قالوا ان هي قصه طارق العريان. فاحنا النهارده بنسالك قصه مين فيكم؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين عشتوها؟ احنا الاثنين بشكل بجد. مختلف والله انا يمكن يعني ساعتها كانت تجربتي لسه صغيره كان عندي 24 سنه مثلا لما بدات اكتب السلم والتعبان او 23 سنه فكانت تجربتي لسه اقل بكتير يعني بس شخصيته لا فيها حاجه مني طبعا. ونفس الحكايه بالنسبه لطارق على فكره كان طارق يعني ساعتها ابتدى يفهم بعض المعاني او ابتدى يوصل لبعض القناعات اللي بيطرحها الفيلم فكان عايز يعبر عنها كان عايز يعمل فيلم عن الموضوع ده. بس هو يعني الفيلم ده اصله اتغير واحنا حتى واحنا بنصوره يعني كان في لحظه انا فاكر كنا رايحين الغردقه عشان نصور وفي العربيه انا وطارق سايقين رايحين الغردقه والتصوير بعد بكره يعني. فمره واحده قررنا ان احنا نهد 40% من الفيلم ونكتبه بشكل تاني. ليه؟ جات لنا فكره حلوه اصلا فكره التانجو والرقص ما بين حازم وياسمين ان هو بيقابلها من خلال ان هي مدربه تانجو فبروح عشان يتعرف عليها ويعمل نفسه ان هو عايز يتعلم تانجو دي كانت حاجه جديده كان الاول بيقابلها بطريقه تانية خالص كان بيقابلها في الجيم مفروض. وبعدين انا في الفتره دي في حياتي كنت بدات اتعلم تانجو مع حد كده ودون ذكر اسماء يعني وحبيت الموضوع قوي وحسيت ان قد ايه هو طب حبيت الموضوع يعني ولا الحد ده اكتر؟ يعني الاثنين في الوقت ده كنت هو يمكن الرقصه كان مدخل
اللي لحد ده يعني. طب انا عايز اقفل الموضوع ده انهي بقى بسالك انت لسه قلت من شويه ان حازم يعني ممكن النتيجه تتغير وان ممكن يعني علاقاته الكتير اكيد مش هتنتهي بالشكل ده ممكن النهايه تتغير. هرجع بقى انت كنت قلت لي سمر والرجال ان انت في اتنين حسيت بالذنب ناحيتهم عشان خنتهم. هل الرقم ده زاد ولا لسه زي ما هم؟ مش ده كان من 5 سنين؟ زاد؟ أكيد ما نقص يعني ما بقوش واحدة يعني زاد؟ لا هو يعني ممكن يكون زاد شوية زاد يعني حازم تطور يعني زاد قد إيه مثلا هالمرة في السنة؟ لا أقل شوية يعني حازم تطور حازم توغل حازم توغل بس والله مش خيانة لا هي مش مسألة خيانة على قد ما هي تجارب فاشلة يعني أنا مش يعني انا مش من النوع اللي بخون برضه قوي يعني خلي بالك لان انا ما عنديش قدره ولا الوقت او الصبر ان انا اقعد اكذب واخبي مسجات واحط باسورد على التليفون لا انا يعني انا ما بقصدش بقى ان انت تمشي من واحده لواحده انا بتكلم ان انت تكون مع واحده وتعرف واحده تانية يعني انا بتكلم على كده انا ما عنديش يعني فعلا ده بياخد اصلا مجهود على فكره يعني الرجاله فاهمه اللي جربت اتفرج عليها دلوقتي عارفين قد ايه الموضوع صعب انك تبقى مع واحده ومع واحده تانية في نفس الوقت ده بياخد مجهود مش الرجاله بس الحقيقه يعني هم الرجاله والستات بس ده بياخد يعني مجهود ذهني ووقت وتركيز ولازم تقعد بقى تفتكر هو انت امبارح قلت انت كنت فين عشان النهارده ما تقابلش واحد صاحبك فيقول لها حاجه تانية فيطلع يعني فانا ما بحبش كدب يعني مش عشان انا شخص مثالي بقى وكده عشان ما عنديش صبر بقى ان انا اقعد اكدب وافتكر انا قلت ايه وكده لا ما خلينا صراحة أحسن أنا لو مع حد وحاسس إن إحنا في فجوة بيننا حاسس إن حد منا زهق من التاني يعني ما نقول خلاص يعني مش مشكلة يعني أنا صريحة على فكرة في الحتة دي. طيب تعالى أوري لك في سكرين شوت عايزك تبص عليه. اتفضل. محمد حفظي بيقول صعب أرتبط وأعيش مع حد بعد ما بقيت 42 سنة. قلت الكلام ده الأول؟ صعب بس مش مستحيل. ده كان في الإذاعة يعني على فكرة. صعب بس مش مستحيل. ليه صعب؟ شكسبير مرة كتب في مسرحية من مسرحياته اللي أنا بحبها لما قلت إن أنا حموت عازب ما كنتش أعرف إن أنا حعيش لحد ما أتجوز فهو ساعات الواحد بيبقى متخيل إن هو هيفضل طول حياته كده بيفاجأ والمفاجأة دي بتبقى أحلى حاجة في الدنيا إن حاجة بتخش حياتك بتنور بتخليك تفكر بشكل مختلف بتخليك حتى لو لفترة يعني وبترجع تاني بعد كده عادتك القديمة يعني بس الفترة كده بتحس بأن في بريق من الأمل حاجة هتخليك تتغلب على الـ أنا بسميها إعاقة على فكرة هي إعاقة عدم القدرة على الارتباط والإخلاص والعطاء عدم القدرة على الإخلاص والعطاء من الحب ده هو عطاء في الاخر صح ان انت بتبقي ما عندكش القدره دي بتدي حد من غير ما تديه وقت ومجهود ومشاعر ما عندكش القدره دي هي مش ما عنديش هي في حاجات بتعوقها صح ايه بقى اللي بتعوقها اللي بعوقها حاجات كتير قوي ال يعني اولا يعني الواحد يكون نفسيا متصالح مع نفسه ومستريح يعني انا بحس ان الروحانيه مش بتكلم عن التدين بس بتكلم عن الروحانيه ان الواحد يبقى متصل بنفسه بروحه ده بيديك قدره على انك يعني تحب وانك يعني او تبقى عارف انت عايز ايه طبعا ده حاجه تانية لا انا بتكلم على الاحساس اللي خليك تقدر تحب وترتبط وتبقى مخلص وتبقى عندك عطاء للشخص اللي معاك ده انا بشوف الناس اللي من جواها متواصلة مع نفسها أو العكس بقى اللي من جواها ما عندهاش الحتة دي بيبقى صعب إنها تحب يعني عشان كده أنا بقول إن يعني أنت من أنهي نوع طيب؟ أنا من النوع اللي لا أقدر بس يمكن مش مدي نفسي فرصة يمكن حظي وحش في إن اختيارات الناس لا الناس اللي أنا كان المفروض ادي الموضوع فرصه اكتر في وقت ما يعني يمكن في الوقت ده انا ما كنتش جاهز نفسيا ما كنتش جاهز لاسباب عمليه واسباب نفسيه واكيد ندمان على بعض الاختيارات واكيد ندمان ان انا ما اديتش نفسي فرصه مع بعض القليلين يعني نقدر نقول انت خايف من الارتباط عشان كده مقضيها بقى علاقات عابره ونزوات بس هو مش خوف هو إيه؟ هو نسميه ايه هو انا يمكن اتعودت على كده عارف الواحد بيتعود على اسلوب حياه معين بيبقى صعب يغيره يعني بيجي فتره ما هو خايف برضه ان انت تغير
سميها خوف لو عايزة، بس أنا شايف إن هو الواحد ما بيعملش حاجة إلا لما يحس يعني محتاج للحاجة دي، محتاج قوي يعمل الحاجة دي، فاهم قصدي؟ فأنا أكيد هيجي وقت ما هحس إن لا أنا يعني يا هحس إن القطر هيفوتني، إن أنا كبرت، إن أنا هعيش في وحدة، إن أنا هعيش مش مبسوط في وقت ما، أو هيجي حد من غير ما أعمل أي مجهود، وأنا مؤمن بده إن في يوم هيجي حد من غير ما أعمل أي مجهود هيساعدني إن أنا أرائي ده جوه نفسي، يعني أنا مش هحتاج إن أنا أعمل مجهود وأقرر، ويعني أنا بشوف الموضوع لازم يجي بشكل تلقائي عشان ينجح، لأن لو غصبتي نفسك أو عملتي مجهود إنك يعني تدوري على حاجة معينة يبقى ممكن برضو واحد يفشل وممكن يتخدع. طيب تيجي نشوف صحابك بيقولوا عليك إيه؟ ما دي الحتة اللي أنا خايف منها. حابب تسمع؟ خايف يعني منها؟ أنا مشكلة إن أنا عارف هم مين، فأنا يعني بص الصحاب بقى دايما كده بيفضحوا بعض، يعني هم بيوجبوا معاك الحقيقة. تيجي نوري لك أول واجب عندنا؟ ماشي يلا بينا. محمد طيب وزي بيقولوا يعني صاحب صاحبه، من جواه راجل شرقي، يمكن يبان ان هو عكس كده او ان هو متفتح بزياده وبتاع، لكن هو عنده جانب في شخصيته شرقي بحت، مصري جدا زي ما بيقولوا، يمكن الناس ما تاخدش بالها من الحته دي، ان الناس القريبه منه تفهم. اكتر حاجه بتعجبني فيها عشان ابقى امين برضو حفظي فير بطريقه غير عاديه، امين جدا جدا جدا، هو دايما عنده قدره على استيعاب المصايب بصدر رحب جدا، يعني تقولي له خبر مفرح جدا رد فعله هادي قوي، تقولي له خبر مهبب رد فعله هادي جدا، ويا سلام بقى لما هو اللي بيبقى بيقولك خبر مهبب، يعني هو برضو ايه بيديك الخبر كده بطريقة الله ايه ده خبر مهبب جميل، يعني ما مسيطر جدا في الموضوع ده. العيب اللي في محمد بصراحة شديدة يعني ان هو ساعات اللقة بتبقى صعب انه يقولها، يعني بيخجل او بيحاول يتهرب منها، فدي ساعات بتخلي الناس ممكن الناس تزعم منه اكتر، لكن هو ما بيبقاش قصده، لكن هو ما بيحبش يقول لا. حفظي سهولني جدا، دايما الناس بتخدع فيه كده ان هو ايه عنده بيبي فيس كده ودبدوب في نفسه وبتاع، بس انا عارفه على الحقيقه خطير، يعني ما عدي صوابعك بعد ما تسلمي عليه. انا وجدت صعوبه ان انا افهم محمد بيقول ايه اصلا، محمد بيتكلم بسرعه وما حدش يعني صعب انك تفهميه في الاول يعني ما تتعرفي عليه وكده. كنت بقصد لما عاوز اكلمه في موضوع جد ان ندخل مكان الصوت عالي فيه، فيبتدي هو يعلي صوته ويقرب من وداني عشان اسمعه. من الحاجات اللي انا بحترمها في حفظي قوي ان حفظي بيعرف يفرق اولوياته على حسب التايم اوف ذا داي، فهو الصبح في المصنع مهندس، بعد الظهر هو في الشركه بينتج، حدش كلمه من المصنع بقى يقول له على حاجه لان هو دلوقتي في وقت الانتاج. بالليل بيبقى مشغول، فبرضه ما حدش يكلمه من الانتاج وما حدش يكلمه من المصنع. انا كصديق لحفظي من واحنا عندنا 12 13 سنه حقيقه احب اكد الموضوع ده وانس اند فور اول، يعني كل الاشاعات اللي بتطلع على حفظي بخصوص علاقاته صح تماما. السؤال اللي اوجهه لمحمد اثناء ما كنا بنصور سمير وشهير وبهير، في يوم انت رحت اللوكيشن الساعه 7 الصبح على غير العاده، فممكن اعرف انت رحت ليه؟ انا السؤال اللي احب اساله له، عملت كام حفظ لغايه دلوقتي؟ في كل السنين اللي فاتت كده في الانتاج جمعت كام كله على بعضه؟ صحابك بيحبوك قوي. صحابي المنتج طارق الجنايني اولا بيحبك جدا وده واضح. وما صح؟ يعني من كنت ما بحبني قال علي سهن وفي الاستاذ ممدوح السبع. ممدوح السبع صح؟ بيحبوك قوي قوي. الاثنين من اعز اصدقائي يعني، وعلاقه يعني بعيدا عن العمل احنا يعني من اعز الاصدقاء يعني احنا. طب خلينا بقى نمسك حاجه كده نتكلم فيها. اولا اتقال عليك ان انت خبيث وسهون والواحد لازم يعد صوابعه بعد ما بيسلم عليك، دي اول حاجه. طب انت مصدقه الكلام ده؟ لا انا عايز اتاكد بقى منك، دول اعز اصحابك، هما بيفتروا عليك ولا بيتكلموا بجد؟ لا هما من حبهم ده عشم يعني، من حبهم يعني بيجودوا شويه، بس هما بيجودوا عشان ايه يعني يملوا الحلقه، يبقى في حاجه تتقال تخلي الناس. لا هو سهون ممكن اتفق معاه شويه، انما خبيث طارق يعني هو بتهيألي يقصد ان انا حريص في الشغل، مش سهل ما يضحكش عليا بسهوله، مقنع في الاخر بعرف اوصل لاقنع الشخص اللي قدامي يعني معظم الوقت باللي انا عايزه. احنا على فكره بنتفق على مسلسل دلوقتي انا المفروض بكتبه او يعني بشرف على كتابته او بشارك في كتابته، فيمكن هو عشان اليومين دول بتفق معاه وقاعدين نشد في شعر بعض فعشان كده طلع بالخلاصه دي يعني. طيب طارق الجنايني قال كمان ان انت كل الاشاعات اللي بتطلع على حفظي بخصوص علاقاته صح تماما.
هو قال كده فعلا. هو قال كده فعلا طبعا بالظبط. بس انا الحمد لله الاشاعات قلت جدا عن زمان يعني، انا مش هيطلع عليا اشاعات اصلا، الناس نسيتني شويه. فانا بشوف ان مفيش فعلا كلمه مفيش دخان من غير نار دي حقيقيه. ولكن انا فاكر يعني من 10 سنين ومن قبل كده وحتى قريب، لا يعني الاشاعات اللي طلعت قليله جدا، بس اقدر اقول ان نسبه كبيره قوي منها ما كانتش حقيقيه فعلا. فعلا يعني النسبه الاكبر ما كانتش حقيقيه. يبقى مثلا اتشاف مع حد وهي صديقه، فيتقال مثلا في عشان هي مثلا فنانه او عشان هي حد معروف مثلا، يتقال ان في علاقه بيننا وان في كلام بقى على الجواز وان احنا خلفنا ثلاثه في الدره وكمان يعني. فطبعا مش كلها حقيقيه. لا طب استوقفني بقى كمان دبدوب في نفسه، يقصد ايه دبدوب في نفسه كده؟ والله يسأل عليها استاذ ساره الجناني دي، انا ما يعني يقصد ما يعني عندك بيبي فيس ودبدوب في نفسك، بضحك على الناس بيه كده. فدي يعني بتمثل البراءه على فكره. وشك الطفولي ده أنا مش بريء. لا انا مش بريء، بس لا ما هو يقصد كده على فكره. لا انا مش بريء، لا والناس عارفه، اللي بيعرفوني كلهم عارفين ان انا مش بريء، وان انا بس في فرق بين البراءه والنقاوه يعني. ان حد يبقى ملوث من جوه او ان حد يبقى بريء، ده فرق كبير جدا. او يبقى ساذج او ان هو يبقى فاهم كويس هو بيعمل ايه. فدبدوب في نفسه ده مصطلح انا هبتدي استخدمه بعد كده. دبدوب في نفسه عجبك صح؟ استخدمه مع البنات كمان يعني، مش بس رجاله يعني، رجاله وبنات. طيب استاذ ممدوح بيقول لك انت الساعه 7 الصبح رحت اللوكيشن على غير العاده. احكي لك انا ليه. كان في يوم واحنا كان سمير وشهير وبير. بالظبط. وانا من نوع المنتجين اللي ما بيروحش اللوكيشن كتير يعني، بيروح مره كل يومين يقعد ساعه يسلم على الناس ويمشي يعني، ما بقعدش في اللوكيشن. اليوم ده رحت ليه؟ اليوم ده كان في، انت عارف الفيلم سبعينات واللبس كله لبس بقى سبعينات فانا كنت رايح ومعايا واحده صديقه يعني، كنا معزومين بالليل في حفله تنكريه. قلت هروح اعدي، انا عرفت الحل ايه، هعدي على الساعه 7 الصبح. صديقه ولا حبيبه؟ يعني هي دلوقتي بقت صديقه يعني. كانت حبيبه. بقت صديقه. تمام. فروحنا، لا مش 7 كان 10 الصبح ولا 9 الصبح. رحنا لبست لبس، كنت عايز البس لبس عبد الحليم او حاجه شبه لبس عبد الحليم. 10 الصبح لبست لبس عبد الحليم يعني، من كنا رايحين عبد الحليم وسعاد حسني. فروحنا بقى لريم العدل، كانت هي الستايلست، قلت لها ريم انا جاي لك، انا عايزك تلحقيني في حاجه مهمه جدا. شيكو وهشام وفهمي قلقوا جدا، والمخرج كان معتز التوني، يا جماعه المنتج جاي الساعه 10 الصبح ليه؟ ده في مصيبه في الانتاج، اكيد في كارثه، الفيلم هيقف مش عارف ايه. شافوني بقى قاعد جوه بجرب اللبس والباروكه ومش عارف ايه وكده. بس كانت قصه هايفه جدا. طيب طارق الجنايني سالك سؤال مهم قوي بالنسبه لنا، واحنا طبعا بنهدي النفوس بينكم. عملت كام يا حفظي في كل السنين دي؟ والله نفسي انا اساله السؤال ده، بس عامه اللي عملته اكيد صرفته يعني، وفي الشغل وفي الانتاج برضه. يعني مهما كان الرقم اللي عملته اللي هو ممكن يكون اقل من ناس كتير قوي متوقعه، صرفته كله في الانتاج برضه، في الافلام وفي السينما اللي بحبها يعني. يعني ثروتك مش كبيره في البنك؟ لا لا خالص على فكره. ولا عشان الضرايب؟ لا والله ما لهاش علاقه. لا ده طلع لك ستيتمنت. طيب حابب تقول حاجه لطارق الجنايني قبل ما نطلع لفاصل؟ انا هقوله كتير بس اما اشوفه. على فكره 10% زياده في الاجر، انا بعد الحلقه دي انا داخلين مشروع جديد مع بعض؟ داخلين مش انتاج، انا يعني هو بالنسبه لي كسيناريست يعني ككتاب. بعد الكلام ده الدنيا هتتغير. الحمد لله ما بدناش، هو قال لي كان لازم امضيك قبل الحلقه عشان انت لما تشوف اللي هيتقال عنك يمكن تغير رايك. انا فعلا في منتجين كتير مستنيين يا طارق. على الباب. طب انا عايز اسالك، ايه حكايه اليخت الكبير اللي انت بتروح بيه من الزمالك للمعادي ومن المعادي للزمالك؟ شفتي بقى القصه؟ شفتي بقى الاشاعات دي؟ اشاعه؟ طبعا يخت ايه. لا انا بروح ساعات، كنت انا واخويا مره يعني فكر كده ان يجيب زودياك صغير كده. احنا بنروح من المصنع في جنب تبين في جنب حلوان يعني، بنروح لحد الزمالك. ف بيجي بقى من اول مدخل المعادي طريق ممكن ياخد ساعه ونص. ففي فتره ما كنا ساعات بنروح على النيل، بنركب من نادي اليخت اللي في المعادي، ناخد زودياك صغير كده نوصل في ربع ساعه. زودياك مش يخت كبير؟ لا مش يخت. لا يخت كبير في النيل حد يجيب؟ لا في ناس بتجيب، في ناس. لا ما موجود. لا مش في النيل. طيب معلش يا سيدي، بيعدي على النيل. استنى شفتي بقى عشان الاشاعات عيني. اسمحوا لي اجيب القلم، وقع.
طب تيجي نطلع لفاصل ونجيب القلم بعد نجيب الفاصل يلا استنونا بعد الفاصل بعد القلم اللي خدناه دلوقتي مش تفطر الجرايد رجعنا مرة تانية بعد الفاصل والحمد لله جبنا القلم نبدأ بقى فقرتنا يلا. أنا والفن كي. عايز أوري لك البروفايل اللي احنا عاملينه عليك إيه رأيك؟ حلو يلا اتفضل معي محمد حفظي المنتج ابن الناس الكويسين في الأول درس الهندسة في لندن في جامعة برينال في معلومات بتقول إنه لما رجع مصر مارس عمله كمهندس لكن في نفس الوقت بدأ في كتابة الأفلام والكتابة برضه هندسة حفظي اشتهر في البدايات بأنه السيناريست اللي بيجيد التعبير الفني عن طبقته الاجتماعية والنقاط التماس بينها وبين الطبقات الاجتماعية التانية أفهم من كده أن احنا ممكن نطرد من البيت ممكن نلاحظ ده في مجموعة من الأعمال زي فيلم 45 يوم السلم والتعبان وملاك اسكندرية وفيلم تيت أنا بابا يلا البعض بيقول إن خروج محمد حفظي من منطقة الكتابة الآمنة الخاصة بالتعبير عن نفسه ومحيطه الاجتماعي يعني الكومفورت زون بتاعته قلل كتير من مستوى أعماله وخلق أفلام سقطت من الذاكرة بسهولة زي أفلام فتح عينيك آخر كلام من ألف إلى باء الفشل في وجهة نظر الناس ساعات ممكن بعد فترة يتحول يبقى نجاح بس الواحد محتاج يبقى مؤمن إن هو كويس أنشأ حفظي ورشة لتعليم كتابة فن السيناريو اتحولت مع الوقت لشركة فيلم كلينيك اللي اتحولت في وقت مش طويل لرقم صعب في سوق الانتاج السينمائي داخل مصر حفظي برضو شريك في شركة انتاج تلفزيوني اسمها ميديا كلينيك فيلم كلينيك وميديا كلينيك انتجت وشاركت في انتاج ما يقرب من 33 عمل فني زي فيلم علي معزة وابراهيم سمير وشهير وبهير ميكروفون هبتة ومسلسل سابع جار في ناس بتشتغل تجاري زيادة عن اللزوم وفي ناس بتشتغل فني زيادة عن اللزوم حفظي بحس ان هو بيلعب في حتة اهمهم واللي هي الحتة بتاعت اللي مش تجاري صرف ومش فني كومبليتلي يعني حفظي مش مجرد منتج يبحث عن الربح الراجل انتج لوجه الفن او لله والفن حفظي عنده روح مغامرة عالية قوي تستحق الإشادة وبعد سنوات لو رجعنا قوائم أفلام محمد حفظي سوف نكتشف أن هناك أفلام بالفعل جيدة استحق معها أنه يكون منتج متميز وفي آخر سنتين حفظي كان لشركته تواجد في اتنين من أهم مهرجانات العالم مهرجان كان ومشاركة فيلم اشتباك في مسابقة نظرة خاصة ومهرجان فينيسيا ومشاركته في إنتاج فيلم البحث عن أم كلثوم للفنانة الإيرانية العالمية شيرين نشأت حفظي وشركته أو زي ما بيقول البعض حفظي وشلته ممكن تختلف معاهم في حاجات وتتفق في أخرى لكنها في الآخر قصة نجاح وقدرة على الاستمرار وسط ظروف مش سهلة ومش مشجعة ما هي الكلام اللي مش عارف هتصدقه ده ولا هتصدقه طارق جنايني في الاخر لا طارق بقى احنا اكيد هنصدق طارق هنصدق طارق ما هو رامي ولا مين اللي قال ان انا ما عملتش فلوس وعملت فن وحاجات كده رامي عبد الرازق بس في حاجات على فكره في التقرير طبعا تقرير حلو جدا وفي اعداد حلو بس انا موضوع فيلم اخر كلام ده عايز احكي لك قصته لان ده الموضوع ده اصلا زمان كانت هيفا كانت عايزة تعمل فيلم وكان متعاقدة مع السبكي فكلمتني على أساس أن أكتب الفيلم قلت لها قصة فيلم كده عجبها كان أصلاً مستوحى من فيلم ألماني ما كانش قصتي أوي يعني بس أنا مصرته بطريقة مختلفة شوية قلت لها أنا ما اشتغلتش مع محمد سبكي أسمع أنه كله خير بس يعني أنا في الشغل ما جربتش قبل كده فقالت لي لا أنا متقلقش أنا يعني مسيطرة على كل حاجة بدأنا نشتغل بعد شوية فوجئت إن السيناريو اللي أنا كاتبه تقريباً في حد جه غير فيه حاجة كتير قوي وكتب حاجة تقريباً ملهاش علاقة بالسيناريو اللي أنا كاتبه وهي اعتذرت على الفيلم قلت الأستاذ محمد قلت له بص طب أنا عفيني أنا عايز أعتذر مش عارف إيه قال لي طب أنا هحاول منك القصة هو جاب حد من الباطن يكتب ولا إيه؟ واضح كده هو واضح الكتابة ما عجبتوش قوي أو يمكن هو عنده أسلوب في السينما اللي هو كان بقدمها وقتها يعني كان مختلف هو أكيد أكيد أن طريقة محمد حفظي مش هتركب مع السبكي
فواضح ان هو يمكن جاب حد تاني فكاتبه فيلم تاني، فانا اعتذرت فقلت له بس عندي شرط واحد بس، ان اسمي ما يطلعش على الفيلم خالص يعني، ولا قصه ولا فكره ولا سيناريو ولا اي حاجه. فوجئت بقى بعد كده ان في يوم رايح السينما لقيت الفيلم مكتوب عليه قصه محمد حفظي وما فيهوش حتى اسم سيناريست يعني نسي. فطبعا يعني بس في الاخر احنا بقينا اصحاب على فكره، واحنا من ساعتها يعني. تصرفت ازاي بعد ما لقيت؟ ولا عملت اي حاجه، ولا عملت اي حاجه، كلمته بس قلت له مش فاكر، يمكن هو ساعتها حتى تدارك الموضوع وعمل بوستر افيش تاني ما لهوش، ساب اسمي كقصه بس. طب ليه ما اتكلمتش وما قلتش ان ده مش فيلم؟ انا يعني يمكن قلت له ساعتها مش فاكر والله، بس انا اللي عايز اقول لك ان بعد كده بقى لما يعني لما اتعرفت عليه فعلا، محمد سوكي حد فير جدا يعني، حد واحمد سوكي كمان يعني. بس هو ما كانش فير بقى معاك في الحته دي؟ لا ما هو تداركها تداركها، ويمكن هو يمكن عشان ما كتبتش ده في العقد، يمكن واحنا بنلغي العقد فما كتبتش يعني، فيمكن انا ما اتضايقتش قوي من دي يعني، فسبت الموضوع. وبعد كده كل ما نتقابل يعني في مقابله فيها كل ود واحترام، وبالرغم ان انا ساعات بختلف كتير مع ذوقه في الافلام، بالرغم ان هو ابتدى ياخد سكه تانية مؤخرا بعد هروب اضطراري والافلام اللي بيعملوها دلوقتي، انا كنت بختلف كتير مع ذوقه في الافلام، لكن الحق يقال هو حد يعني عنده كلمه، واللي انا اسمعه من ناس كتير ان هو يعني لما بيلتزم او بقول كلمه بيلتزم بيها. ايه اللي خلاك تتجه للانتاج؟ تسيب بقى الكتابه او تهجر الكتابه؟ اقلل من الكتابه. اول حاجه انا كنت بشوف افلام بتتعمل بشكل يعني ممكن يبقى معاكي سيناريو لحد ما كويس، الطبيعي ان هو يتطور ويطلع فيلم افضل كمان من السيناريو المكتوب، بس ساعات كنت بلاقي العكس بيحصل. وكنت بلاقي ان في شلاليه كبيره جدا في الانتاج، المنتج بيجيب نجم، فالنجم ده بيحب كاتب واحد، بيحب مخرج واحد، بيشتغل مع بعض، وفي مواهب كتيره ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش واخده فرصه، مش لاقيه الوسيله انها تطلع. انت ما عندكش شله يا محمد؟ انا عندي شله بس مش قافل على نفسي يعني، مش قافل على نفسي. يعني في ناس. شلتك مين طيب؟ في ناس بحب اشتغل معاهم يعني على مستوى الانتاج. عمرو سلامه مثلا ودياب؟ عمرو سلامه ودياب اكيد بحب اشتغل معاهم. عمرو سلامه يعني تقريبا كل حاجه عملناها مع بعض يعني، كل افلامه عملناها مع بعض الا فيلم واحد اللي هو صنع في مصر، من اول الافلام القصيره حتى يعني. احمد عبد الله حد اشتغلت معاه كذا مره وبحب اشتغل معاه وناوي اشتغل معاه تاني. دياب نفس الحكايه يعني، بحب احمد مدحت اشتغلت معاه كتير فيلمين. طب يعني انت برضو عندك ناس اللي انت بتشتغل معاهم؟ احمد فشاوي اشتغلت معاه كتير، ممثلين يعني برضو نفس الحكايه. اي بس يعني اللي انت بتشتكي منه ان المنتجين ممكن يكونوا بيشتغلوا مع ناس معينه وعندهم شله، فانت كمان عندك شله وبتفضل ناس معينة تشتغل معاها. بس بابي مفتوح لأي حد، والدليل إن أنا أكتر من 50% من أفلامي كانت يعني مخرجين بيعملوا فيلمهم الأول، ويمكن مثلا 60% أو 70% بيعملوا فيلمهم الأول أو التاني. فده معناه إن بابي مفتوح للناس، سواء كانت قديمة جديدة معروفة مش معروفة. لسه دلوقتي السنة اللي فاتت شاركت في فيلم، والسنة دي كمان هشارك في فيلم، افلام مستقله صغيره مال يعني اللي صانعينها او منتجينها هم مخرجينها يعني. وانا يعني بحاول ادعم التجارب دي عشان مثلا انا اساعد في استكمال تمويل الفيلم في البوست برودكشن، توزيع المهرجانات الحاجات دي، لان انا شايف ان اقدر اعمل ده واستفيد كمان، مش بعمل كده يعني مجرد لوجه الله يعني، لا انا بعمل كده بستفيد وبفيد في نفس الوقت. فانا بدات انتج عشان كمان النقطة دي. عشان النقطه دي، وعشان اثبت ان الانتاج ده في شق فني، مش بس تمويل. المنتج مش معناه تمويل، مش معناه بس انك تجيب فلوس الفيلم او تصرف على الفيلم، لا معناه كمان انك تعرف تصرف ازاي، وتعرف ايه الحاجه الكويسه من الحاجه اللي مش كويسه في كل مرحله من مراحل المشروع، ان هو على ورق في المونتاج في التصوير الدعايه والتسويق كل الحاجات دي يعني يتنفذ بالشكل اللي انت عايزه من الاول في كل مراحله. طيب في راي تاني للنقاد انا عايزاك تشوفه معانا، رايهم بقى في تحولك سيناريست لمنتج. ربنا يستر. يلا اتفضل. طيب محمد حفظي كاتب سيناريو اقل حجما من حجمه كمنتج،
السيناريوهات اللي كتبها سيناريوهات معرفش فيما يبدو انه في ذهنه بعض الافلام الامريكيه اللي فيها المطارده وفيها المواجهه وفيها العنف وفيها، انما الـ هو كمنتج لما بيعمل حاجه مثلا زي هيبتا الله، لا ده هنا تجربه مختلفه خالص عن كتاباته كسيناريست. محمد حفظي منتج افضل منه سيناريست، وده لا يعيبه كسيناريست لكن ده يميزه كمنتج. محمد حفظي بينتج نوعيات افلام هو نفسه لا يقبل على كتابتها بشكل او باخر، هو بيميل الى انواع اخرى من الافلام اغلبها افلام تجاريه بالدرجه الاولى. يمكن مغامراته الانتاجيه افضل واوسع واكبر بكتير من مغامراته كسيناريست، وده اللي بيخلينا دايما ننظر له كمنتج ناجح لكنه سيناريست لا زال يحاول العثور على صوته الخاص. من أكتر عيوب حفظي كسيناريست هو ثقافته الهوليودية الواسعة جدا اللي بتخلي معظم مرجعياته البصرية والدرامية هي مرجعيات هوليودية وأمريكية بالأساس. ده بيخلي حفظي بينتصر لعوامل الجذب التجاري في كتاباته وبيفضل عوامل الجذب التجاري في سيناريوهاته أكتر من عوامل الجذب الفني، علشان كده هنلاقي حجم مغامرته في كتابة السيناريوهات وحجم التجريب في السيناريوهات ده قليل جدا. لكن في النهاية محاولته للجذب التجاري لا تعيبه لكنها لا تعطي قيمة لسيناريوهات الأفلام اللي بيكتبها. لو فيلم هنبقى مشتركين فيه أنا هو إنتاجيا هختاره كمنتج، لكن لو انا مش هشترك في انتاجه هختاره كسيناريست. طب انا شايفه ان كل النقاد متفقين، حتى صاحبك ما بينهم، ان انت كمنتج افضل من وانا كمان متفق معاهم على فكره. انا كمان متفق معاهم. ده حقيقي. والغريب كده انت هاجرت الكتابه؟ لا خالص، توقفت عن الكتابه بقالك فتره. لا هو على فكره اللي هو مساله اختيارات، يعني هما بيتكلموا على اختيارات تجاريه هوليوودية شوية في الشكل أو في المضمون. بتميل الأفلام الأمريكاني أكتر؟ دي كانت ثقافتي وقتها. أنا كان لما بدأت أكتب كان عندي 23-24 سنة، كانت ثقافتي ثقافة أمريكية، كنت مدرستي كانت مدرسة أمريكية، كنت متربي في وسط يعني في صحيح عشت في مصر وكل حاجة. أنت ناقل فيلم التوربيني من رين مان؟ وكان بين ده على التتر، كان بين ده على التتر، يعني إنه مستوحى من رين مان، مش منقول بس مستوحى من رين مان، وده حقيقي. ناس كتير افتكرت ملك اسكندرية متاخد من فيلم أجنبي، بس أصلا ملك اسكندرية قصة وائل عبد الله، يعني تيتو عشان فيلم أكشن وفي مطاردات وعربية بتتكسر ومش عارف إيه، برضو الناس قالت عليه أمريكاني شوية، لكن ده كان اللي بيطلب مني وقتها ودي كانت ثقافتي وقتها. خلي بالك انا ساعتها ما كنتش لسه تثقفت سينمائيا، يعني انا لما بدات انتج دخلت عالم السينما المستقله من خلال الصراحه احمد عبد الله اللي بدين له بالفضل الميكروفون، كان اول تجربه ليا في السينما المستقله، اول مره اسافر كامل المهرجانات الكبير ده، ميكروفون راح اكتر من 60 مهرجان، اتعرفت على سينما مختلفه، يعني شفت انت سينما لما بديدة. بتسمع كلام رامي عبد الرازق مثلا ان انت كسيناريست افلامك اقل حجما من افلامك كمنتج، ده مش ما بيزعلكش؟ اقل قيمه او اقل قيمه؟ اقل قيمه ما بزعلنيش، لان اولا الافلام دي نجحت وعند الناس، لما انا مثلا دلوقتي حد بيجي يتعرف عليا من بره المجال تمام، مش ناقد ولا ممثل ولا سيناريست ولا اي حاجه، بيسالني طب ايه الافلام اللي عملتها، ساعات اقول له الافلام اللي كتبتها واقول له الافلام اللي انتجتها، معظم الوقت بيبقى رد فعلهم تجاه الافلام اللي كتبتها، انت اللي كتبت سلمى وتعبان، انت اللي كتبت تيتو، انت اللي كتبت ملك اسكندريه، يعني الافلام دي عملت رصيد عند الناس كبير جدا، عند المتفرج العادي اكتر بكتير ما عملت عند المثقفين والنقاد يعني. فانما الافلام اللي انتجتها يمكن عكس كده معظمها، باستثناء بعض الافلام اللي كانت برضو فيها السمه التجاريه، يعني مثلا زي افلام الثلاثي شيكو فهمي وشام، من اول ورقه شفره لحد حتى اخر فيلم اللي احنا بدانا فيه وبعدين ما كملناهوش والسوكي كمله اللي هو الحرب العالميه الثالثه، او هبتا، او الافلام اللي قدرت تجمع ما بين القيمه الفنيه والقيمه التجاريه، زي مثلا المؤاخذه، زي حتى هبتا، زي شير جاكسون. ففي ساعات يعني لا يعني ساعات برضو انتجت افلام تجاريه، بس كلها حاجات انا ببقى عايز اشوفها وفخور بيها وما بكسفش منها يعني. طب ترد على الناس اللي بيقولوا ان محمد حفظي استبدلوه بتامر حبيب في أسوار القمر عشان يصلح العيوب اللي محمد حفظي عملها، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ او منى زكي بمعنى ادق
هي اللي جابت تامر حبيب تامر. علشان تصلح العيوب اللي محمد حفظي عملها في أسوار الأمر. لا أولا تامر حبيب كان اقتراحي أنا، يعني أنا اللي اقترحت تامر. ليه بقى؟ لأن الناس مش شايفة كده. ما أنا عارف، أنا بصحح الصورة دي دلوقتي. الفيلم فيه فويس أوفر، منى زكي بتحكي قصتها، هي المفروض ان هي فاقده الذاكره لفتره، يعني بتحكي قصتها من خلال او بنسمع قصتها من خلال التسجيل اللي هي كانت بتسجله. الفويس اوفر ده كان ليه لغه ادبيه شويه، المفروض انها تبقى لغه مختلفه شويه عن بقيه السيناريو. فكان اقتراحي ان نستعين بتامر، اولا لان بحب دماغه، وكنت عايز استعين يعني بالتعاون مع تامر ان احنا نفكر اولا في كل حاجه في السيناريو. اي حاجه هيقولها هنسمعها، هتبقى اضافه اكيد هنتناقش فيها، لكن بالتحديد كمان في حته الفويس اوفر اللي انا كنت حاسس ان محتاج لغه مختلفه. لغه مختلفه عن الكاتب اللي كاتب بقيه الفيلم. فكانت فكرتي يعني حضرتك اللي اقترحت اسم تامر حبيب، مش منى زكي اللي جابه؟ لا، كان اقتراحي، وطبعا عجب منى وعجب طارق وعجبنا كلنا ووليد صبري وكده، وهو وافق. فانا بشكره وجيب لحقك وضاف كتير. ضاف كتير صراحه. طبعا. طيب تعالى، في سكرين شوت عايزك تبص عليه. اتفضل. محمد حفظي بيصرح الرقابه لم تمنع 18 يوم، احد المشاركين السبب. مين بقى السبب؟ هو انا قلت الجزء الاولاني، الجزء الثاني انا ما قلتوش بالصيغه دي. انا قلت وارد جدا ان يكون في بعض الناس اللي شاركوا في الفيلم ده كان بعبر عنهم في لحظتها، غيروا قناعاتهم السياسيه، غيروا قناعاتهم ومش عايزين الفيلم ده يطلع النور. مين بالظبط؟ حتى حلو لذيذ ان الخبر نازل عليه صوره احمد حلمي، ده مقصود اكيد. انا ما عنديش اي معلومه بتقول ان احمد حلمي او فلان او علان. لا، انا بقول ان ممكن يكون. يعني انت معقوله مش عارف ايه السبب في تاخير الفيلم ده كله؟ صدقيني انا مش المنتج الوحيد. الفيلم ده كان ليه كذا شركه انتاج، وكل الناس اللي شاركوا فيه تقريبا يعتبروا منتجين، لان كله اشتغل من غير فلوس، وكله اشتغل يعني. بس اكيد سالت، اكيد تقصت، ما اهتمتش خالص، لان اللي كان مسؤول عن. ازاي ما اهتمتش يا حز؟ لان فقدت الامل، لان اللي كان مسؤول في الاول على الموضوع ده كان في احدى الشركات هي المسؤوله عن الاتفاق مع الموزعين، وبعدين كان في معوقات كتيره ان مفيش تنازلات ومفيش ورق ومفي يعني. فالموضوع قعد طول قوي. في بعد فتره انا خلاص الفيلم ده اكيد مش هينزل دلوقتي، بقاله 3 سنين في الاعلام مش هينزل يعني. طلع اشاعه الرقابه دي من كام شهر لما الفيلم اتسرب على الانترنت. انا مبسوط انه اتسرب على فكره، مبسوط انه اتشاف، لانه عمل مشاهدات، عدد مشاهدات عالي جدا. انا عارف من دكتور خالد عبد الجليل، ويعني اتكلمنا في الموضوع ده، مدير الرقابة، رئيس الرقابة المصنفات، ان الفيلم اصلا ما تعرضش على الرقابة. ده اللي اعرفه منه. هل ده الوضع دلوقتي ولا هل ده كان الوضع من 5 سنين لما اتعمل؟ ما اعرفش، بس انا مصدق دكتور خالد طبعا، لان هو بس هو ما بقالوش 5 سنين، هو بقاله اقل من سنة او سنة وشوية يعني. يعني ده تصريح ان الصناع الفيلم هم اللي منعوه؟ لا، انا ممكن اقول ان لم يسعوا لنزوله. ما اقدرش اقول ان منعوه، بس هم لم يسعوا لنزوله. انت مش عايز تقول ان هم اللي منعوه علشان ما تزعلش حد؟ ما عنديش معلومه مؤكده، بس انا متاكد ان لو كان في اراده حقيقيه ان الفيلم ده ينزل، الفيلم ده كان هينزل، بس فعلا مش وقته دلوقتي. الفيلم ده كان وقته وقت الثوره، لان احنا عملناه بروح ان احنا بنحتفل بلحظه تاريخيه كانت يمكن اهم لحظه في حياتنا كلنا. طيب تعالى بقى هنقلك لموضوع تاني، بما انك رفضت تقول اسماء اللي منعوه، هاخدك لمنطقه تانية ونشوف الاستاذ محمود مهدي رايه ايه في فيلم ورده. من غير رايه انا عارف. اوريهولك برضه. طيب، تعالى نشوفه مع بعض. الأسوأ، أو خلينا نقول عليها تجارب غير موفقة، بلاش نقول عليها سيئة، ممكن نقول فيلم وردة، لأن هو فيلم رعب ما بيخوفش، ودي حاجة طبعا تتاخد كعنصر سلبي في الموضوع، ولكن في النهاية برضو يحسب له أنها كانت تجربة وفيها مغامرة كتير وفيها شجاعة كتير، والحقيقة كنت أحب أنها تستمر. طب أنت قلت أن أنت بتحب أفلام الرعب، بس أنا استوقفني هنا أن هو فيلم رعب بس ما بيخوفش، ده جديد بالنسبة لنا. صح. وأكيد بالنسبة لك. وبالنسبة لي، وأقول لك ليه؟ لأنه إحنا أنا وهادي الوجوري إحنا كنا. ليه طلع محبط طيب؟ يعني هادي كان مخرج وأنا سيناريست، والفكرة جت مشتركة بيننا إحنا الاتنين. حاولنا نعمل فيلم أقرب للوثائقي. بس انت عارف يعني في ايه انت ستايله وهادي الباجوري، يعني لازم الفيلم ينجح المفروض. طبعا للاسف ما نجحش. ليه؟ لان احنا كنا بنعمل فيلم عايزين يبقى ريل في كل حاجه. قلنا اكن احنا بنعمل فيلم وثائقي، يعني اي خضه او اي حاجه بتحصل تبان انها مفتعله وتبان انها يعني خارج الاطار اللي ممكن يتصدق، احنا مش عايزين ده. فالفيلم طلع ممل،
كل صراحه عشان كده ما نجحش. عشان عشان كده ما نجحش. طلع ممل لان احنا اكننا كنا بنعمل فيلم مش مرعب. بنعرض بالظبط زي اكنك تعملي فيلم كوميدي ما بيضحكش نفس الفشل بالظبط. طب الفيلم ده هتسقطه من حساباتك برضو زي اخر كلام؟ زي هو اخر كلام اصلا يعني انا مش بعترف بيه من ابني اللي مش بعترف بيه ومش ابني اصلا. وده برضو مش ابنك يعني ورده؟ اتقال مثلا اسمه ايه فيلم بتاع مصطفى شعبان فتح هنيك يعني بالرغم من السيناريو ده كان في حاجه كتير كويسه بس وعثمان على مستوى الشغل وعلى مستوى الشخصي وبحبه وكل حاجه بس الفيلم ما طلعش بالشكل اللي كان نفسي فيه. انا كنت فاكر انا رحت مع واحد صاحبتي وبدات الفيلم وانا بقى ايه كان لسه ما شفتوش اول مره اشوفه مش عارف ايه قاعد كده في الكرسي كل شويه تلاقيني قاعد بنزل في الكرسي الفيلم خلص تقريبا بتدور عليا الناس مش شايفاني فانا يعني يعني عندك كم ابن دلوقتي انت مش معترف بيهم؟ لا هم صدقيني هم يمكن الاثنين دول بس يعني لا فتح هنيك معترف بيه لان فيلمي كل حاجه بس يمكن يعني ورده برضه نفس الحكايه لكن ما اقدرش اقول انها تجربه ناجحه لان فتح هنيك جاب ايرادات ساعتها كانت يعني يمكن يعني نقدر نقول ان ابناء محمد حفظي غير الشرعيين ورده واخر كلام. هو مش ابني انا مش بعترف بيه اصلا على اخر كلام. صوره الداعيه الاسلامي معز مسعود معاك على الريد كاربت اثارت جدل وضجه كبيره جدا. هل الناس هجمت الصوره دي علشان شايفين ان داعيه اسلامي او داعيه ديني ازاي ينتج فيلم؟ حاجه غريبه. انا مستغرب جدا من الناس اللي بتفكر كده يعني هو معز شغلته الوحيده انها ان هو داعيه ديني. هو اولا انا ما بسموش داعيه ديني هو معز باحث اكاديمي عنده وجه اعلامي بينتج او انتج وبينتج لحد دلوقتي مسلسلات وبرامج واعمال فنيه ليها رساله معينه او دينيه مش شرط دينيه ممكن يعني او ليها يعني رسائل معينه وانسانيه على فكره يعني او مش انسانيه مش بس دينيه لا يعني اشتباك ملوش علاقه بالدين خالص لكن هو فيلم بينتصر للانسانيه. فاعتقد دي الرساله اللي معز عايز دايما يبرزها من خلال اعماله يعني فانا مش شايف ان في تعارض مع ده وانه ينتج فيلم فبالعكس انا شايف ان ده جزء من رسالته جزء من شغله. حط طيب محاذير معينه هو عنده محاذير معينه لكن فرضها على لكن العمل صدقيني طبيعه العمل اللي هو بيختاره بيبقى عمل لا يخضع لان هو اصلا اي تجاوز لان طبيعه احنا اشتباك جوه عربيه ترحيلات ايه التجاوز اللي ممكن يحصل جوه عربيه ترحيلات يعني فبالتالي ما كانش فيه اي خروج عن الواقع اللي بيفرضه علينا العالم. انما انا لو هعمل فيلم ومقتنع ان هنا لازم يبقى في حاجه معينه لكن الحاجه دي في محاذير عليها انا مش هعملها اصلا دي قناعتي انا بقى كمنتج كحد بيهتم بالسينما وبالفن وكده عمري ما هعمل حاجه برضه خارج عن قناعتي انا الفنيه. فبالتالي لو في تعارض ما بين قناعاتي وقناعاته يبقى مش هنتفق اصلا على العمل ده. انما في حاله اشتباك ما كانش في مجال لده اصلا الفيلم ما بيسمحش العالم بيفرض نفسه على الموضوع. طيب تعالى بقى اوري لك راي الاستاذ رامي عبد الرازق في مشاركه معز مسعود في الانتاج معاك. يلا بينا. ان فيلم اشتباك يتحول بحكم انتاج او مشاركه معز مسعود ان يكون هو ده شكل الفيلم الذي يرضى عنه الداعيه الاسلامي او يرضى عنه الاسلام او شكل الفيلم الذي يمكن ان نقول عليه هو فيلم ليس حرام بحكم ان دايما في جدليه ما بين الدعاء وما بين الفنون او ما بين الدعاء وما بين السينما بحكم كونها حلال او حرام. انا شايف ان الازمه ممكن تكون هنا علشان كده انا بتعامل مع معز مسعود في انتاجه لاشتباك على اعتبار ان هو منتج فقط إذ ما تجاوز دوره دور الإنتاج لأن يصبح منظر لأن تكون هذه السينما أو ما يشبه أفلام اشتباك هي الأفلام التي يرضى عنها الإسلام أو الأفلام التي ممكن تفسر على أنها أفلام حلال هنا ممكن تبقى في مشكلة. تعقيبك إيه على الكلام ده؟ رأي متوازن ومتفق معاه لكن معز يعني معز بيتفرج على سينما عالمية بيتفرج على سينما يعني هو بيحترم السينما بيحترم الفن فبالتالي ما فيش تعارض مع ممكن يكون هو لما يجي ينتج فيلم يكون عنده هو الإطار اللي هو
حابب يحافظ عليه وده حقه. لكن طب خليني أكون أوضح شوية معلش اسمح لي هتكلم في نقطة المحاذير أو الضوابط اللي هو حطها لكم في الأول وقال لكم واحد اتنين صدقيني ما كانش ما كلمناش فيها أصلا لأن بقولك السيناريو نفسه كان موجود أو الفكرة الأساسية كانت موجودة فبالتالي ما كانش فيه ما جاش بقى مثلا قال لا مش هيحصل كذا ومش هيحصل كذا يعني الكلام ده لو اصلا في سبب ان يتفتح المواضيع دي انما المواضيع دي كانت مفيش مجال ليها اصلا في السيناريو هو طبيعته كده فمفيهوش حاجه اصلا يعني السيناريو هو اللي فرض عليكم انه ما يحطش محاذير واضحه وهو اللي خلانا لا يحتمل بالظبط وانا وعلى فكره في بنتكلم في مشاريع تانية يعني في مشاريع تانية ان شاء الله هتبقى يعني طيب بيقال عليك انك بخيل انتاجيه ليه بقى لان انت ما استعنتش في فيلم الشيخ جاكسون بموسيقى مايكل جاكسون الحقيقيه طب انا عايز اقول لك ان انت سمعت الراي ده انا عايز اقول لك ان لو اي منتج يعني مش عايز اقول اي منتج 90% من المنتجين المصريين لو كانوا عاملوا فيلم الشيخ جاكسون اعتقد ان هم كانوا هيستخدموا المزيكا ما بيدفعوش الكوبي رايت اعتقد ان هم كانوا هيستخدموا المزيكا عادي جدا بحكم ان ده اللي متعودين عليه لكن احنا احتراما لفكره الحقوق الملكيه والحق المالي والادبي وكل حاجه وكمان عشان الفيلم ده هيتوزع توزيع دولي مش هيتوزع بس في مصر مش هيتوزع بس في العالم العربي فكنا عارفين انت كنت هتسافر بيه مهرجانات عالميه فما كانش ينفع تستخدم الموسيقى من غير ما تدفع لا مش بس مهرجانات كمان يعني هيتوزع تجاريا في دول كتير يعني طب رد على سؤالي بس ليه ما دفعتش الكوبي رايت حاولنا والله بجد هم رفضوا قالوا ان احنا عندنا مشاريع مين اللي رفض المحامين اللي ماسكين الاستيت او يعني الورثه يعني محامين الورثه يعني محامين عائله مايكل جاكسون رفضوا قالوا احنا عندنا مشاريعنا اللي هنستخدم فيها المزيكا والتراث والشغل بتاع مايكل جاكسون فمش هنقدر مش عايزين ندي الحقوق لاي حد ولا مش في الموكب بالتحديد يعني مش عايزين ندي الحقوق لاي افلام تانية دلوقتي لان احنا بنحضر مشاريع تانية تخصنا احنا يعني نقدر نقول انك ما دفعتش الكوبي رايتس علشان هم رفضوا عشان رفضوا او احنا كنا ولكن مش بخل منك كنا راصدين ميزانيه في الفيلم يعني عايز اقول لك انها انا متاكد انها ما دفعتش في حقوق مزيكا فيلم مصري قبل كده كنا رصدينها في الميزانيه والفلوس دي ما طب انت من وجهه نظرك ده اضرب الفيلم اخاب ظن بعض الناس اللي كانوا متوقعين يسمعوا مزيكا مايكل جاكسون في الفيلم حتى في نقاد بره في يعني في مجلات وجرايد عالميه يعني علقوا على النقطه دي كان نفسي ما عجبهمش الموسيقى عمرو سلامه لحد دلوقتي مقتنع ان اللي عملناه كان حل كويس قوي لان المزيكا اللي عملناها فيها من روح مايكل جاكسون لكنها مش مزيكا مايكل جاكسون هي تسمعيها تحس انها قريبه جدا بس انت كمحمد حفظي معجب بالموسيقى اللي طلعت على الشاشه معجب بيها بس مفتخر برضو مزيكا ولا مضطر لا ما احنا اشتغلنا عليها احنا عدناها يعني تقريبا عدناها من اول وجديد يعني هاني عادل احنا تعبناه جدا في الفيلم ده صراحه هو والناس اللي اشتغلوا معاه لان تقريبا المزيكا اتعادت يعني لان ما كناش اول مره ما كناش يعني كنا حاسين ان لسه ممكن تروح في حته اقرب لروح مايكل جاكسون من اللي موجود وفعلا عملنا كده وعدناها تاني وانا مبسوط بيها بس في الاخر كان هيبقى فيلم مختلف اكيد لو كان في المزيكا وكنت اتمنى ان تبقى موجوده الحقيقه طيب تعال نشوف المانشيت الجاي حفظي ودنيا سمير غانم ابرز الخاسرين في الحرب العالميه الثالثه صح ندمان طبعا على ندمان. هو نصيب يعني بص ما حدش بياخد حاجه غير نصيبه انا كنت بعمل الفيلم ده بشراكه مع يعني المجموعه الفنيه المتحده اللي هي اوسكار النصر والمسا ليه ما كملتش الفيلم الله يرحمه الاستاذ محمد رمزي واستاذ هشام عبد الخالق واستاذ وائل عبد الله واحنا كنا عملنا سمير وشهير وبهير وبنات العم برضو احنا يعني كمجموعتين يعني والحقيقه يعني جه في وقت ما الفيلم خرج عن الاطار اللي احنا كنا حاطينه خالص من ناحيه الميزانيه من ناحيه طريقه التنفيذ بعض الناس اللي كانوا يعني او احنا كشركاء يعني شفنا ان احنا مش حابين نكمل بالطريقه دي احنا يعني شايفين ان الفيلم يعني لو هيخرج بره الاطار اللي احنا كنا متفقين عليه ان ده في ريسك عالي جدا وفي نفس الوقت كان في رغبه من حاج احمد سبكي يعني ان هو عايز يكمل فيلم هو كان عايز يشتغل مع الشباب واعتقد ان ده حصل بالفعل بعد كده بعت الفيلم ليه عشان ما كانش معاك فلوس تكمل الفيلم ولا كنت شايف ان الفيلم ده مش هينجح لا اولا هم انا بقول لك يعني اولا هم كانوا يعني ساعتها بينتجوا جزيره 2 وده عمل كبير جدا خلي بالك انا كنت حصيتي الحصه الاصغر
يعني في الفيلم كان أيا كانت حتى لو الأصغر. فهم كانوا بيعملوا الجزيرة 2 وده كان عمل مكلف جدا وعمل كبير جدا وكده وكانوا يمكن شايفين إن الجزيرة 2 هو الفيلم الأهم في اللحظة دي. إنما الحرب العالمية الثالثة كان حابين ينتجوه في إطار معين، في إطار ميزانية محددة أو بإطار شكل معين يعني، وإن الفيلم خرج عن ده. ف يعني كان القرار وأنا وافقت على ده. على فكرة مش بتهرب من المسؤولية، أنا وافقت على ده عشان كده بقول الندمان، لأن أنا غلطت إن أنا وافقت على ده وكان المفروض إن إحنا كلنا ما نوافقش على ده، بس خلاص هو نصيب يعني، هو أخذ الفيلم وكسب منه كتير وما اتكتبش كمان مثلا محمد حفظي مشارك في الإنتاج مثلا؟ لا ما كتبش، وده حقه، هو اللي كمله في الآخر، الراجل هو لازم ياخد الكريدت يعني، فهو وكريم يعني. بس أنت اشتغلت فيه؟ اشتغلنا فيه وصورنا نصه. طيب صورنا نصه، كان حقك إن يتكتب مشارك في الإنتاج؟ ما يعني خلاص بقى الموضوع كان يعني راح لشركة تانية، وبالعكس يعني مبروك، ويعني مبسوط إن هم كسبوا فيه، لأن وده يعني مبسوط إن هم كسبوا فيه، مبسوط إن هم كسبوا فيه وزعلان إن ما كملتش فيه طبعاً. بس إحنا يعني برضو حاسة إنك بتقولها برضو استفدنا يعني، يعني استفدنا شوية مش من قلبك قوي. لا ما احنا برضو كسبنا شوية يعني، بس مش نفس المكسب اللي كنا هنكسبه لو كنا كملنا الانتاج. طيب في بقى قذيفة جديدة قبل ما اطلع الفصل عايزك تشوفها من طريق الجناين، مستعد؟ لسه؟ لسه. طيب. اخر قذيفة منه ماشي. يلا يلا. حفظي بيشارك دايما بأفلامه في المهرجانات اللي بره، هو بيحب المهرجانات قوي، وعلشان كده احنا بطلنا نتشارك. هو بيعمل افلام تروح مهرجانات، يروح يمشي على السجاد الاحمر، انا عندي سجاده حمراء في البيت بتمشى عليها رايح جاي طول الوقت، بس انا بحب اعمل حاجات اللي بتجيب فلوس. فلقينا ان احنا اختلفنا شويه في الحته دي، هو عايز سجاده انا عندي السجاده، هو مش عايز فلوس انا عايز فلوس، فخلاص بقينا كل واحد ايه بنلتقي كل فتره كده على حاجه ماديه اكتر. لازم اضحك مش عارف ليه الموضوع قلب النساجون جدا. ايه حكايه يعني السجاده الحمر؟ انت بتاع المهرجانات وهو بتاع الفلوس، هو عنده السجاده في البيت. والله الاتهام ده مش طارئ، مش طارئ بس الاتهام يعني، مش طارئ بس اللي رايه كده، الناس كتير رايهم كده. بس انا والله عايز فلوس برضو، انا عايز صدقيني عايز فلوس يعني. ليه بقى؟ لان انا ما جبتش فلوس، لو ما عملتش افلام ناجحه مش عارف اكمل. حلو قوي ان الناس تشوف فيلمك يعني، بس انا بوخي شويه، ببقى عارف ان يعني ساعات بشارك في افلام وانا عارف ان الافلام دي ممكن ما تجيبش 10,000 تذكره في السينما يعني، ممكن مفيش 10,000، لان بيطلع منها مخرجين مهمين، ولانها بتطلع افلام ممكن تفضل تعيش في ذاكره السينما. زي ايه؟ زي يعني علي معزه. علي معزه انا بشوف فيلم مهم، بشوف ان مخرج مهم. وفي كمان لما اول فيلم لما عملت ميكروفون مثلا، ما كانش عندي امال كبيره ان الفيلم ده احمد عبد الله. ميكروفون يعني من قائمه مهرجان دبي اللي عملتها بمناسبه 10 سنين على بدايه مهرجان دبي، وكان في تصويت من 500 واحد من العاملين في مجال السينما، كان اختير ضمن اهم 100 فيلم في تاريخ السينما العربيه مثلا. فمش بقول ان انا بعمل الفيلم ده بس عشان يعني عشان مجرد الفن وخلاص، لا ببقى عايز ناس تشوفه. بس انا واقعي ببقى عارف ان الفيلم ده مش مجرد هيقتصر عمره على الدور العرض وشباك التذاكر، لا الفيلم ده هيتعرض في قنوات، هيتعرض على الانترنت، هيتعرض الفيديو على الدي في دي. بيبقى عندك نظرة مختلفة يعني. بيبقى بقول النجاح الحقيقي ما بيتقاس يعني اسبوع او اسبوعين، بيتقاس بعد سنين. والسلم والتعبان مثلا، فيلم ما كسرش الدنيا في السينما يعني، ما حققش نجاح كبير، بس فيلم عاش طبعا. فعمر الفيلم الكويس ممكن يكون عمره طويل جدا، مش مجرد نجاح عمل قد ايه في شباك التذاكر في اول اسبوع او اسبوعين. طب افلامك اللي جايه هتبقى مهرجانات اكتر وسجاده حمراء ولا تجاريه؟ انا بدات اهو مسلسلات وعايزين فلوس اكيد، ما احنا بننتج مسلسلات ليه يعني؟ ف يعني اكيد انا بحب السينما اكتر من المسلسلات او اكتر من التلفزيون، بس تاثير التلفزيون وتاثير الدراما بقى مهم وبتتشاف اكتر من السينما اكيد بدون شك. سابع جار ده بالنسبه لك عشان الفلوس؟ سابع جار لا والله، سابع جار وهاني اسامه ده مشروع هاني يعني، هو المشروع ده كان جالي فتره في الاول، وانا صراحه كنتش بنتج تلفزيون ساعتها قوي، فلان المخرجات اتنين منهم تربطني بيهم علاقه شغل من ثلاث مخرجات،
وأيتن أمين أول فيلم عملته أنا هو الفيلم الوحيد لحد دلوقتي أنا اللي أنتجته لها فيلا 69 فيلا 69 ونادين خان كان فيه بيننا برضو ناية مشروع يعني لسه ما اكتملش بس إن شاء الله يتعمل. وهبة يسري كنت أنا معجب بيها جدا من فيلمها التسجيلي اللي عملته كسب جوائز كتير وفيلم ده غير فيلمها القصير برضو الفيلم كويس جدا. فأنا كنت مقتنع أن المشروع ده هيبقى حاجة خاصة جدا بس انا ما كنتش بنتج مسلسلات في الوقت ده. فهاني كان اوريدي بينتج مسلسلات بقاله فتره فصراحه ده مشروعه والرؤيه بتاعته الفيجن بتاعته. انا وهاني بنتشارك في حاجات كتير فانا دخلت مع شريك في المسلسل وفي انا شهيره وانا الخائن برضو اللي هو لسه ما نزلش. بس ما كنتش متوقع رد الفعل العظيم ده اللي احنا نجح على مستوى العائلات جدا طبعا. طيب اسمح لي نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا وهتبقى الفقره الاخيره. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. الفقرة دي الأخيرة أنا والآخرون. أنت بتسعد من النقد يا محمد؟ أظن بعد اللي تقال ده ورد فعلي أكيد أكيد لا طبعا. بالعكس أنا بحترم كل الآراء يعني سلبية وإيجابية مفيش مشكلة بالنسبة لك. طيب أنت راضي بقى عن طريق دعاية شركتك عن فيلم اشتباك؟ ده سؤال كويس جدا على فكرة. لا في كتير هجموك في كتير هجمونا وقالوا ان انت بقى بتتاجر بمأساة الناس يعني العربيه المشاهدين ورا عربيه ورا الترحيلات دي كانت فيها ما عملناش حساب رد الفعل ده الصراحه. احنا كنا شايفين الموضوع ابسط من كده. الشركه اللي كانت بتعمل الكامبين بتاع الفيلم يعني كانت الحمله بتاعه الفيلم فكروا في الفكره دي ويمكن غلط ان احنا وافقنا عليها من الاول. كان المفروض نراعي احساس بعض الناس اللي ممكن يكونوا اتحطوا في حجز او في عربيه ترحيلات او ليهم اقارب ممكن يكونوا اتحطوا في الموقف ده او اتاذوا او حاجه زي كده. فطبعا ما كانش مفروض ان احنا نوافق على ده فشلناها على طول طبعا تداركنا الموضوع. بس انا مش عارف قصدك على ده بس ولا قصدك على حاجات تانية في الدعايه يعني. انا قصدي كمان ان انتوا قلتوا ان الفيلم متحارب رقابيا وان الفيلم الحقيقه ان هم اجازوه. هي الشركه ما قالتش كده. لا انا ما قلت انا عمري المخرج قال كده. المخرج قال كده بس انا عمري ولا تصريح قلت كده. والمخرج قال كده لان في جمله هي كانت مكتوبه بطريقه معينه هو يمكن الطلب ان يبقى فيه طب هي كانت جمله ممكن تتشال. لا هو هم طلبوا ان الجمله دي تتكتب في بدايه الفيلم. الجمله دي كانت مكتوبه بطريقه تانية. هم شافوا ان الجمله المفروض تتكتب بطريقه اللي هم شايفينها. حصل نقاش ما بين المخرج وما بين يعني ما بيننا كلنا يعني وفي الاخر انا وافقت عليه كمسؤول حد منتج الفيلم ومسؤول عن ده وافقت على الجمله لان في الاخر مصلحه ان الفيلم ينزل من غير ما يتقص منه حاجه. يعني ده كان الهدف الاساسي ان الفيلم ينزل من غير ما يتقص منه حاجه. والصراحه الرقابه كانت شجاعه جدا في الفيلم ده يعني الرقابه اتهاجمت جامد بسبب فيلم اشتباك. انا متاكد من ده. صحيح ما عنديش معلومات من مين بس انا متاكد ان في ناس كتير ممكن ما كانتش حابه ان الفيلم ده ينزل من قبل ما تشوفه لان الناس كتير لما شافته قالت الفيلم مفيهوش حاجه. الفيلم يعني التخوفات اللي كانت موجوده لما شافوا الفيلم يعني اعتقد ان الرد الفعل كان ده اقل بكتير قوي من اللي كنا متوقعينه او بالعكس ده فيلم حلو ده فيلم انساني ده يعني. ف طب ليه المخرج قال الحقونا والفيلم هيتمنع؟ هو كان حاسس ان كان في علامات كتير قوي سهل قوي تحسسك ان في مؤامره ضد الفيلم ان الموزع الفيلم ينسحب زي التقرير اللي اتعرض على التلفزيون في برنامج انا مصر. طبعا اكيد ده اثر عليه نفسيا حتى لما يتعرض تقرير زي ده لما يحس ان الموزع بينسحب لما يخاف ان السينمات ممكن ما تعرضش الفيلم لما يحس ان الدعايه بتتاخر لما يحس ان الرقابه بتفرض يمكن جمله معينه او حاجه زي كده. فهو حس ان في مؤامرة ضد الفيلم فهو يعني ده ما كانش دعاية هو كان بيكلم بصدق ده كان هو كان فعلا مقتنع بكده. لكن انت الحاجة الوحيدة اللي كانت انت مش راضي عنها اللي هي الدعاية فعلا اللي حصلت في عربية الترحيل الصور اللي هي الناس بتصور جوه العربية دي وتحط صورها على الفيسبوك وكده دي طبعا كانت يعني حساسة شوية كان المفروض ننتبه ليها قبل ما تتعمل. بس طيب تعال نشوف سكرين شوت بقى على فيلم الشيخ جاكسون. اوكي مش طارق الجنايني المره دي. ماشي خلاص كده الاثنين حبايبي. طيب الشيخ وطارق يلا تعال. استدعى احمد الفيشاوي للتحقيق بشان اتهامه بازدراء الاديان في فيلم شيخ جاكسون. احمد على حد علمي لم يتم استدعائه.
لحد دلوقتي من احمد. يعني انا سالت احمد هل الخبر ده على يعني فكره في الاهرام؟ انا عارف لا او يعني انا عارف ان في بلاغ وعارف ان البلاغ ده اتقدم لمكتب النائب العام واسمع كده ان في تحقيق حصل او ان في تحقيق يمكن لسه شغال لحد دلوقتي الله اعلم، لكن لم يتم استدعائي او احمد فيشاوي او عمرو سلامه او هاني اسامه او يعني احنا كاصحاب الفيلم يعني لحد دلوقتي ما حدش فينا الطلب يعني ان هو. انت شفت الاعتراض على ايه؟ فهمت الاعتراض على ايه؟ على مشهد رأس في الجامع ان مايكل جاكسون بيرقص في الجامع وان الناس بترقص في الجامع فاعتبروا ان ده ازدراء اديان مكان مقدس وما ينفعش يحصل فيه. واكيد لو كنا مقتنعين بكده ما كناش يعني ما كناش حطينا المشهد الاول، يعني اكيد كان عندنا قناعه ان وعمر يعني حد حساس تجاه الاخرين وعنده يعني مش من نوع الصادم اللي بيحب يعمل حاجه مجرد عشان الصدمه او عشان يعني او ممكن تهين اي معتقدات او اي يعني اي حد ممكن يتفرج على الفيلم، فعمر عنده حساسيه كبيره لده. اي بس انت تقبلت الموضوع عادي حفظي ما لما اتعرض عليك المشهد ده ما قلتش لا انا اولا مش عايزين نعمله عشان الناس ما اعرفش انت شفتي الفيلم ولا لا، بس هو واضح جدا ان هو كان لا بيتخيل. لا انا لسه ما شفتوش. يعني هو المشهد بيطلع ان هو كان بيتخيل ده في ذهنه وان الشخص اللي كان بيرقص ده مش مايكل جاكسون، ده واحد من المصلين هو تخيل للحظه ان يعني هو بيشوف التخيلات بسبب الـ 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 يعني الازمه اللي عنده، ازمه الهويه اللي عنده مش قادر يتعامل معاها، فبيبتدي يتخيل في لحظات ان هو بيشوف مايكل جاكسون في اماكن مختلفه، فواضح جدا ان هو خيال يعني. حتى لو خيال احيانا الناس بتتضايق جدا من الخيال ان ممكن خيالك يروح في حاجه زي كده مع ان انت مفروض في مكان مقدس فانت لازم تكون مركز في حاجات تانية. خيالك ما يروحش الرقص والحاجات دي. انا رحت الفيلم ده في السينما يعني انا شفت الفيلم في السينما مع ناس كتير جدا ولا حد يعني يتكلم عن او الناس اللي احتكيت بيهم او الناس اللي شفتهم او اللي سالتهم ولا حد. احنا عملنا فوكس جروبس، جبنا ناس تتفرج على الفيلم كتير ويشوفوا الفيلم بالمشهد ده ونسالهم الفيلم هي حاجه ضايقتكم، في حاجه حسيتوا انها بتهين اي حاجه، ولا حد قال ان المشهد ده مضايقهم. بس وارد ان بعض الناس تفهمه بشكل مختلف. ده فن فيه اكيد اذواق مختلفه، فيه ردود فعل مختلفه، لكن في الاخر احنا بنحترم وجهه نظر صاحب العمل ده المخرج ومؤلف الفيلم عمرو سلامه وعمر خالد اللي شارك اللي هو صاحب القصه وشارك في السيناريو. لازم احترم رغبتهم في انهم يعبروا عن نفسهم. انا كمنتج وهاني اسامه نفس الحكايه كمنتج برضو، والرقابه في الاخر هي اللي صاحبه الراي الاخير يعني. احنا عرضنا الفيلم على الرقابه بالمشهد ده وطبعا كان في تخوف من المشهد ده، لكن في الاخر من كتر ما الفيلم عجبهم الرقباء ودكتور خالد عبد الجليل هم كانوا برضو عندهم نفس الحرص ان الفيلم لا يمس وان الفيلم لا يحذف منه اي شيء، وده احترام وتقدير منهم لقيمة الفن وقيمة السينما يعني. طيب في حاجة بقى أنت كتبتها على الفيسبوك عندك عايزين نبص عليها مع بعض. أوكي عرفت إيه؟ عرفت من قبل؟ طب عرفت. تيجي نبص عليها مع بعض؟ تمام يلا. ممكن تقراها؟ خيبة أمل كبيرة، افتتاح مهرجان سينمائي كبير بجمهور يبدو أنه يحب الأضواء ويكره السينما. كل أسفي لمخرج فيلم الافتتاح الذي لم يجد حتى منظمي المهرجان اللي يبقوا معه في الصالة أثناء عرض الفيلم. مبروك لمهرجان القاهرة على الملايين والنجوم اللي للأسف لا تصنع وحدها مهرجان عريقا. تشرفت على مدار عامين بمشاركتي ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، لكن بعد حفل الافتتاح الليلة أشعر أننا جميعا كأعضاء أضعنا الكثير من الوقت. بالتوفيق. قلت الكلام ده في لحظة غضب بصراحة، كنت زعلان. ليه؟ لأن عشان فيلم هاني ابو اسعد؟ عشان فيلم هاني ابو اسعد، ومش ان الناس مشيت، ما هو الناس مشيت لاسباب. اولا يعني بس المهرجان السنه دي حصل تغييرات كبيره قوي، دخول دي ام سي اضاف حاجات كتيره قوي للمهرجان بصراحه، وهم بذلوا مجهود وصرفوا فلوس وفعلا حفل الافتتاح احنا كلنا كنا داخلين في ابهار بالشكل والطريقه الدخول والعربيات والمسرح يعني كان في تفاؤل كبير جدا. لكن اهم حاجه في حفل الافتتاح هو ايه؟ ان احنا جايين عشان نحتفي بالسينما وبنعرض فيلم مهم وبنعرض فيلم اول مره يتعرض في مصر ومخرجه جاي ومخرج عالمي وفي احترام لده. فكره ان فيلم الافتتاح ده اخر حاجه نهتم بيها، فتبدا الحفله ساعتين متأخر، ان يبقى في رعاة تطلع
تعرض إعلان للمنتج بتاعها أثناء حفل الافتتاح وتقول خطبة إن الفيلم يبقى فيه بريك ما بين حفل الافتتاح وعرض الفيلم نص ساعة أو ساعة لربع في الناس تمشي، إن يبقى فيه أكل الناس تروح تاكل، تروح حفلة، تسيب المخرج بدون حد من المهرجان. وأنا بلوم إدارة المهرجان اللي كتبته ده صراحة، لوم على إدارة المهرجان أكتر من أي حد تاني، يعني لأن في الآخر إدارة المهرجان كان لازم تبذل مجهود أكتر إنها يبقى فيه اهتمام بفيلم الافتتاح وبحفل الافتتاح. هي ظروف على فكرة، مش يعني هي ظروف، إن في الآخر الطريقة الوحيدة إن المهرجان يقام كان إن يخش راعي، والراعي ده هو اللي أخذ حق تنظيم حفل الافتتاح والختام والدعاية والترويج والنجوم، ويشكروا على ده على فكرة. وأنا يعني وعلى فكرة حفل الختام كان حفل كويس جدا وعملوه كويس جدا، وأنا بشكرهم على المجهود اللي عملوه. بس ده لا يعني نقدر نقول إن هم تداركوا الخطأ. طبعا مش بس كده، تاني يوم عملوا عرض خاص لفيلم هاني، وأنا يوميها يعني The Mountain Between Us، كل المسؤولين عن المهرجان ودي ام سي وشركة أنيميشن اللي هي كانت بتنظم الحفلة كلهم اهتموا إنهم يكلموا هاني، يعتذروا له، يرادوه. يعني كان فيه لفتة إنسانية أنا نفسي تأثرت بها جدا. فتاني يوم شكرت دي ام سي وشكرت أنيميشن وشكرت إدارة المهرجان أنهم تداركوا الموقف وأنهم عملوا المجهود ده واهتموا، وطبيعي أن يحصل أخطاء مفيش مشكلة. لكن أنا بس يوميها كنت يعني حسيت أن الهاني ده ترامى كده في وسط، عارفة كان فيه عمال ديكور بيهدوا الديكور والفيلم شغال وشاكوش قاعد سامعين صوت شاكوش مش عارف. هو بس انا بتهيألي هو عدم تدارك وعدم وعي بالمفروض يحصل ايه في حفل الافتتاح، فاعتقد ان هم تداركوا ده، وانا متاكد ان السنين الجايه مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله. وانا يعني دي ممكن تعتبريها نوع من الاستقاله من اللجنه، او يعني هي ما كانش مقصود بيها كده، لان انا الحقيقه اللجنه اصلا انهت عملها في الاخر، المهرجان خلص. مش شرط اصلا يبقى في نفس اللجنه السنه الجايه، ممكن يستعينوا بناس تانية. بس انا كنت في لحظه غضب، شايف هاني قد ايه كان متضايق وقد ايه كان عيلته يعني جايب عيلته كلها ويتفرجوا على الفيلم، ومره واحده يلاقوا قاعه فاضيه وعمال بتهد الديكور والفيلم يبدا ساعتين متاخر وكده، فطبيعي ان هو يتضايق وان هو يوقف أكيد. الفيلم فبس فيعني انا اسف لو اي حد زعل من الكلام ده، لكن انا كنت فعلا متضايق ويعني وبحترم وبقدر مجهود الناس كلها عملته والفلوس اللي صرفت يعني، واتمنى ان السنه الجايه تبقى احسن واحسن. ده اكيد ان شاء الله. إن شاء الله. طيب في حاجه تانية انت كتبتها على الفيسبوك ما اعرفش هتعرفها بقى، انت عرفت الاولانيه لا معرفش انا ما كتبتش كتير على فكره، فاكيد يعني. طب يعني انت عارفهم؟ لا مش عارف دي، قصدي اكيد حاجه قديمه. طب تعالى بص على دي. اوكي يلا ربنا يستر. تقرا هو ايه اللي حصل لممثلات الجيل؟ دور حلو، ما بنصدق تلاقي ممثله كويسه ولايقه على الدور، بس البوسه لا. طب الفيلم ما يبقاش له معنى من غير البوسه، نعمل ايه؟ حد يعرف ممثله كويسه ما بين 25 30 سنه ما يكونش عندها مانع تتباس؟ مين اللي رفضت تتباس وتقول لي اسماء؟ اقول لك لا كتير رفضوا. زي مين؟ طالما كتير يعني لا انت مش عندك مش هقدر اقول، مش ليه؟ من حقي اقول لا مش من حقك. مش من حقي اقول. مش انت المنتج؟ لان ده خصوصيه يعني الحوار او الاتفاق اللي حصل ما بين الممثلات والمخرج اللي هو كان بيكلم معاهم معظم الوقت. احنا حابين الدور جدا مش عارف ايه، بس معلش ما فيش داعي البوسه، مش عارفين الناس خلاص رافضه فكره البوسه في السينما يعني. نسبه كبيره من الناس للاسف. انا بصراحه مش مع فكره يعني ان في حاجه اسمها سينما نظيفه او سينما غير نظيفه. هي السينما سينما طبعا، في حدود لكل حاجه، لكن خلينا نبص من 30 سنه لورا ولا من 20 سنه لورا كان في ايه والنهارده في ايه. لا انا يعني ساعات الدور او ساعات الفيلم بيحكم طبيعه معينه او شكل معين من يعني ممكن يكون غير مقبول عند البعض، لكن في الاخر دي سينما، احنا مش يعني ما بنخترعش حاجه جديده. وانا كنت بس متضايق ان يعني قد ايه دور ناس متمسكه بيه ودور حلو وكل حاجه، لكن يعني دي عند البوسه. بس بحترم بقى ممثله بس بحترم حريه كل ممثله رفضت على فكره، في الاخر ده يعني حقها. وانا نفسي لو يعني لو دي اختي او لو دي بنتي او لو دي مراتي يعني مش كانت حرفه طبيعي هبقى يعني ما انا إيه؟ يعني طبيعي هي ترفض يا توافق. هي نفسها مش هتوافق، هي نفسها مش هتوافق يمكن. أيوة بس يعني انت بتقول أيوة بس أخي بس انا ماشي، بس ده عشان انا يمكن يعني انا حر في حياتي، انا عايز يعني
انا مرتاح كده، مش عايز حاجه تخدش او تاثر. دي الحته الشرقي بقى اللي موجوده فيك اللي اصحابك بيقولوا عليها. بس طيب، مش معنى كده ان بدعي او بتمنى ان كل المؤثرات تفكر كده. مفهوم يعني مفهوم. بس احنا بنتكلم بقى كمان الجوايه تناخدات، ما هذا من تناخدات الجوايه طبعا. طيب يعني مين اللي وافقت على الدور؟ ياسمين رئيس. ياسمين رئيس وياسمين وعلى فكره هي البوسه لما تشوفي الفيلم هتفهمي انها بوسه، يعني قد ايه مهمه وقد ايه الفيلم حتى المنطق بتاعه مش هيركب من غيرها. وال يعني مش بوسه مثيره، يعني هي بالعكس هي فيها نوع من العنف وفيها يعني وفيها رفض من ناحيتها. هي رفضت البوسة وزقته وقالت له انت بتعمل ايه مجنون وضربته، يعني فاهم قصدي؟ ما كانتش بوسة يعني بهدف الاغراء او هدف هي في النهاية يعني الناس بتشوفها بوسة، سواء انت بتقول دي ايه او دي ايه او مش بهدف ايه، في النهاية الناس بتشوفها ايه يا محمد؟ بوسة. طب ما ايه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. لا انا ردا على كلامك اللي انت بتحاول تطلع شكل البوسة اصل ما كانش اصلا هي في النهاية مالها قدام الناس بوسة. لا ما فيهاش حاجة، لا بالعكس. طيب انت شفت اللي قالوا عليك عمرو مصطفى عن فيلم لا مؤاخذة؟ قريته؟ بتهيألي قريته. قال كان فكريني كده ولا هنشوفه؟ هقول لك. بيقول نداء عاجل للامن الوطني والكنيسة المصرية. يوجد فيلم في الأسواق اسمه لا مؤاخذة، سوف يدمر مصر وسوف يحدث فتنة طائفية. وركزوا بقى مع واحد اسمه محمد حبسي. وابحثوا مين وراه. وابحثوا مين وراه كمان. انا فاكر انا لما قريت الكلام ده بقى استغربت ان ده يخرج من فنان، يعني استغربت ان الكلام ده يخرج من عمرو. صراحة انا ما اعرفش عمرو كويس، ويمكن التقينا مرة كان عمل اغنية لفيلم التوربيني زمان وكانت اغنيه حلوه جدا، وانا بحترم شغله وبحترم المزيكا اللي بيعملها، ولكن استغربت انه طلع منه تصريح زي ده. فانا قلت اكيد هو يمكن ما شافش الفيلم او الكلام ده بناء على السمع، او يمكن شافه ما فهمش الفيلم حاول يقول ايه. الحقيقه ايه؟ لا مؤاخذه ليها علاقه بالفتنه الطائفيه ولا لا؟ خالص ملوش علاقه. لا مؤاخذه ليها علاقه يعني بيتكلم عن التمييز، ان حد حاسس ان هو ضحيه تمييز المجتمع، سواء بقى بنتكلم على فرق في الطبقات، فروق طبقيه، او بنتكلم على واحد مسيحي. كان في تخوف من الرقابه ان الفيلم ده هيزعل ناس كتير، يعني بالذات عمرو مصطفى. لا بس كان الخوف انه يزعل الاباط والمسيحيين. الحقيقه ان الفيلم ده احنا يعني من اكتر الناس اللي كانت بتشيد بالفيلم كانت يعني ناس اباط ومسيحيين، وناس شافوا الفيلم وهنونا عليه، والكنيسه يعني المهرجان الكاثوليكي كرم الفيلم بعدد من الجوائز. ويعني فساعات الناس بتبقى متخوفه من حاجه او بتحب تهيج الراي العام، او زي مثلا موضوع شيخ جاكسون ده اللي انا مش عايز اتكلم عنه، لان حتى لو في تحقيق ماشي دلوقتي انا مش عايز يعني ياثر على اي راي يعني، لكن سيبوا الناس تحكم بنفسها. محمد حفظي، اخر سؤال عندي، هل ناوي كمنتج تبعد بقى عن الافلام اللي بتسبب لك مشاكل وتكمل وتنتج افلام للمتعه بس والانبساط؟ مش ممكن اغير قناعاتي، مش ممكن اغير قناعاتي. انا اللي بحركني في اي فيلم ايه؟ النص والمخرج. لو الحاجتين دول انا اقتنعت بيهم وبعبروا عن ذوقي انا شخصيا كمشاهد وكمنتج وككاتب كمان، حتى لو الفيلم ده ممكن يسبب بعض المشاكل مش هخاف ان انا اعمله، على امل ان الناس تشوفه زي ما احنا نقصد، وان الناس تفهمه بالشكل المقصود، وان الرقابه كمان تبقى شجاعه، وان المجتمع يبقى شجاع في مواجهه المشاكل ومواجهه المواضيع اللي احنا بنخاف نحسس عليها. لكن برضو عايز انبسط ومش عايز مشاكل. في حاجه نفسك تقولها اخيره وتوضحها؟ كان مختلط الامر عند الناس، في حاجه عايز تزودها؟ انا انبسطت بالحلقه دي، وحاسس ان يعني مساحه خدت مساحه صراحه كبيره مش متعود عليها ان انا اعبر عن نفسي، فبشكرك على ده. وانا بتمنى تكوني عرفتيني شويه دلوقتي، ان انا يعني ما بفكرش قبل ما اجاوب، ان انا يعني صريح في 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 الرد على كل سؤال سالتيه، واتمنى ان يعني الحلقه تفضل كده
يعني ذاكره ليا ان انا اتفرج عليها كمان 10 سنين ولا حاجه واقول يا ده انا ازاي قلت الكلام ده. لا انت نورتنا والحقيقه احنا ادينا المساحه لان كان في اسئله كتير الناس حابه تعرف ردود عليها فانت وضحتها كلها. احنا سعداء بوجودك معنا, نورتنا والحمد لله. شكلك مبسوط. الحمد لله. واي حاجه عرضناها لك كانت في مكانها. ده حقيقي. نورتني. شكرا. استنوني في أنا وأنا. أشوفكم على خير وتصبحوا على خير.